مرحبا مشاهدي قناة حنا بعد في كل مكان، على سلامتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. التغطية متواصلة، منذ قليل تم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة ليوانها في دورها الثاني، كما تم الإعلان على نسبة الإقبال في تونس وأيضا خارج حدود الوطن. عودة بالقراءة والتحليل على النسب هذية، على الرابح وربما الخاسر في الانتخابات هذية. نحلل أيضا الدلالة متاع خروج البارح، الخروج ربما من يتحدث على خروج تاريخي، صور اللي حكينا ونرجعونا 17 ديسمبر 14 جانفي في شارع الثورة، مش فقط في تونس العاصمة ولكن في عديد ولايات الجمهورية. كيفاش نقرا الصور هذية اليوم، حجم التطلعات والانتظارات من الناس على الرغم من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، ولكن خرجت ورجعت وعطت فرصة للسياسة باش انها تلمها اكثر من تفرقها. نعود بالقراءة والتحليل، قلت مع الدكتور في علم الاجتماع الدكتور بعيدة ولاد عبد الله. مرحبا دكتور، شكرا على قبول الدعوة. حاضر معنا ايضا الاستاذ بسام معطر نائب رئيس جمعية عتيد. مرحبا سي بسام، شكرا على قبول الدعوة. في انتظار يلتحق بنا محمد مرزوق رئيس شبكة مراقبون. خلينا ناخذ النسب وقراءة في النسب الساعة، منذ قليل النسب الرسمية 55% نسبة إقبال جملية في تونس وفي الخارج. بالنسبة لجزء مترشحين، قيس سعيد تحصل على 72.71%، زوز ملايين و777 الف 391 صوت، وتحصل المترشح الثاني نبيل القروي على نسبة 27.29% من الأصوات، أي بمليون و42 الف 894 صوت. مرضية النسبة هذه مقارنة بالدور الأول للانتخابات الرئاسية، الانتخابات التشريعية وال 55% هذيك، كيفاش تقراها سي معتر؟ نسبة هامة شخصيا، وحتى في جمعية عتيد ما كناش نتوقعوا النسبة هذه في الدور الثاني، لكن كنا دعونا وحاولنا من خلال وسائل الإعلام، من خلال تواصلنا مع المواطنين أن نحثوهم على المشاركة. كنا نتمنى وتكون النسبة أكبر، مش كانش في الدور الثاني الرئاسية، لكن حتى في الدور الأول الرئاسية وخاصة في الانتخابات التشريعية. ربما جت استفاقة متأخرة شوية، لكن مرحبا بها كيف جات. هذه اليوم أمس نعتبروها تعبيرة جديدة من الشعب التونسي، أنه ربما صارت ردة فعل ومشى وتوجه للصندوق، وإعادة الأمل في أنه التداول السلمي على السلطة هذا الطريق اللي اخترناه، أكدناه من خلال المشاركة اللي نقوله باهية، اللي نقوله مميزة مقارنة على الأقل بالدور الأول الانتخابات الرئاسية، بالانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية اللي صارت في 2018. شيء مهم جدا، خاصة لأنه تو كان طايح عليهم الكل. بالضبط، اليوم نلقاو 56.8 نسبة المشاركة في الداخل، 24.4 في الخارج، تبقى نسبة محط تساؤل ويزن نراجعوا عديد الاشياء في علاقه. يا راهو ديما في الخارج تكون منخفضه النسبه، ولتو نجمنا نفهم ولا من على الاقل ما نجمناش نداركوا بعض يمكن الـ 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 الاخطاء، ولا حتى معناها شويه بطء في الاعداد للعمليه الانتخابيه والاقتراع خاصه البرة، على مساله بعد مراكز مكاتب الاقتراع، مساله وانهم معناها القنصليات والسفارات بركه يتم الاقتصار عليها كمراكز اقتراع. اكيد جدا، وسناء انضافت أشياء أخرى ربما زادة ما خليتش مواطنينا بالخارج يشاركوا المشاركة الأفضل. عندكم الأشياء هذه؟ بالطبع. أتم بعد نرجع بالطبع لها، لكن خلينا نقعدوا في نسبة الإقبال الجملية 55%. دكتور بعيدة ولاد عبد الله قال سي بسام توا الاستفاقة، شنو ينجم يكون سر الاستفاقة في أسبوع؟ يعني بين أحد 6 وأحد 13 فما فرق ملحوظ، شنو ينجم يكون على المستوى الاجتماعي؟ اولا شكرا على الدعوه. مرحبا. وكما عودتك دائما نحاول ان نكون محايد وعلمي. استفاقه لسببين رئيسيين او مقاربتين مختلفتين متصادمتين تماما، واحده ماشيه لليسار واحده ماشيه لليمين. والمقاربه الاولى تقول تونس في خطر، هم يتفقوا كلهم يكونوا ان تونس في خطر. دونك المقاربة التي تميل إلى السيد قيس سعيد ونهنوه بالمناسبة، والمقاربة الثانية اللي تميل لسي نبيل القروي. دونك هم مقاربتين حسب المخيال العام للمجتمع التونسي، ثم وضعية في خطر أنهي منه.
أنصار سيد قيس سعيد يعتبروا أنه تونس في خطر إذا ترشح سيد نبيل القروي، وأنصار سيد نبيل القروي يعتبرون بأن تونس في خطر إذا ترشح السيد قيس سعيد. إذن مقاربتين مشين في، وخاصة ثم فزاعة كبيرة برشا. دور المجتمع المدني والإعلام في ربما قام باش ما ندخلوش مباشرة في أخطاء وفي نقائص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باش نرجعوا عليها من بعد، باش نرجعوا عليها بعد، من بينها التونسيين بالخارج وشنو حكايتهم وشنو مطالبهم وهل يمكن إصلاحها أم لا. منطقيا وقت نكملوا الانتخابات نرتاحوا شوية ونعملوا تقييم ونعيطوا للمنظمات وغيره. إذن المنظمات المجتمع المدني مشكورة جدا، إذا ما تتكرم في هذه المناسبة، عملت الدورة كبير بإمكانيات أيضا وبمجهود تطوعي بالأساس. الإعلام عمل في اتجاهين، اتجاه مدافع على الانتقال الديمقراطي وغيره، وإعلام نوعا ما كرس نفسه أن يكون بوق دعاية لطرف دون سواه، وهنا كانت الإشكالية. وبالتالي هالفزعة هذه اللي حكى عليها أخونا هي فزعة اجتماعية بالأساس، اجري لا تخلط، لأن هذه آخر فرصة لإنقاذ تونس ممن سوف نتحدث على ذلك بعد. يعني تعتبرها انتخابات الفرصة الأخيرة؟ تعتبر في رأيي أنا انتخابات الفرصة الأخيرة، وخاصة إذا كان سلمنا بالجانب التحليل الموضوعي العلمي، إذا كان سلمنا أن سيد نبيل القروي تحصل على مليون وأكثر شوية، والسيد نبيل القروي مليون و42,894 صوت، نتيجة محترمة أيضا، تعتبر نتيجة محترمة في حتى على مستوى العدد. والاكتساح الثاني للسيد الأستاذ قيس السعيد فيه مجموعة من المعطيات والدلالات. إذن الفكرة الرئيسية أن تونس في خطر وهذه هي الفرصة الأخيرة، كل واحد من خلال الرؤية نتاعه سيحاول يدافع عن تصور. محمد مرزوق رئيس شبكة مراقبون، مرحبا، شكرا على قبول الدعوة. خلطت علينا وإحنا نحكيه على نسبة الإقبال اللي أعلنت عليها منذ قليل هي النسبة الرسمية في الداخل والخارج 55%، قلنا وأنها نسبة إذا كان نقراوها وأنها مرتفعة على الأقل مقارنة بانتخابات البلدية مايو 2018، فالدور الأول الانتخابات الرئاسية ثم الانتخابات التشريعية. يعني كنا نحكيه شنو سرها الاستفاقة في أسبوع فقط، معناها بين 6 أكتوبر و 13 أكتوبر. مراقبون كيفاش تقرأوا الرقم هذا؟ نحاول نحلل هوني خاطر تفسير تحليلي أكثر منه أرقام. على الأقل أنتم كمراقبي للشأن الانتخابي، كقارئي الأرقام ونسب المشاركة في الدور الأول والانتخابات التشريعية، كنتوا تنتظروا أن ترتفع نسبة الإقبال في الدوزيام تور نتاع الرئاسية؟ الحقيقة إيه، الأسباب متعدة، والأسباب الرئيسية حسب رأينا على الأقل هو تقعد رئاسية في تونس. في الدول الكل ديما الانتخابات الرئاسية تبدأ انتخاب مباشر، هي أكثر انتخابات المواطنين يكونوا أقل حيرة من جهة، ويكونوا هم متحمسين أكثر. العرض السياسي أوضح مقارنة بالتشريعية أو بالدور أول الرئاسية، لاحظناها في 2014 في تونس، لاحظناها براتيكمو في الدول الكل. وتونس ما ننساوش اللي عاشت والتوانسة في الأديان متاحهم الرئيس اللي هو مفتاح السلطات، وتقعد ديما عنده رمزية الرئيس في تونس على الأقل، وحتى بالدستور وبالصلاحيات هذه الرمزية متاع الرئيس تقعد عندها قيمة كبيرة عند المواطن وعند الناخب التونسي على الأقل. دونك ما نحبش نقول راضين، ولكن أكيد وأنه تكاثفت كل المجهودات لمحاولة تحسين نسبة الإقبال، لأنه فما بعض التقصير سي بس يا معطر، وإذا ما يخفى على حتى حد التقصير الأساسي يمكن لوم الأحزاب السياسية اللي هي ما تتفكر معناها القاعدة متاع الناخبين كان من الحملة ذي مما لا شك فيه ويتلاموا عليه بدون حد، ولكن يمكن اللي يثير التساؤل هو تقصير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مستوى التثقيف الانتخابي وعلى مستوى الحملة متاع السونسيبيليزاسيون والتحسيس بأهمية العملية الانتخابية. أنا نسأل كيف لهيئة عليا مستقلة للانتخابات، وأنا ديما نقولها المكسب لأنه أنك تنجح باش تنحي انتخابات كانت تشرف عليها وزارة الداخلية وما أدراك وزارة الداخلية وتعطيها الهيئة مستقلة، مش تجربة الأولى، عملت انتخابات 2011، عملت انتخابات 2014 تشريعية ودو تور متاع رئاسية، عملت انتخابات البلدية،
وفجأة ربما اليوم نلقاو أنفسنا المنطق يقول وأنه بالتجربة وبالمراكمة من المفروض وأنه العمل متاع التحسيس يمشي ويتقدم. الحالة اللي مريناهش معناها كيف لهيئة مستقلة للانتخابات وأنها تقتصر على لاسونسيبيليزاسيون في فقط 48 ساعة قبل يوم الاقتراع. أكيد جدا بالعين المجردة الشيء واضح. سنة خاصة بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية حملات التوعية والتحسيس اقتصرت فقط على بعض الومضات الإشهارية وحتى بتحليل المضمون لتلك الومضات ما ارتقتش ما عندها حتى تأثير ما عندها حتى تأثير معناتها جانبت الصواب في اتجاهها للمواطن التونسي. النقطة اللي تحدث عليها صديقي محمد أنه اليوم ما زالت في عقل الناس وفي مخيال الناس الرئاسية هي الأهم. ألوركو النظام السياسي التونسي بعد دستور 2014 هو نظام شبه برلماني، الأساس فيه هو للبرلمان للمجلس النيابي، غاد ثم السلطة التشريعية ومن غاد تخرج السلطة التنفيذية اللي هي الحكومة اللي هي رئاسة الحكومة اللي هما مش يحطوا الخطط والبرامج واللي باش ينفذوها، اللي هما مش يقترحوا كجهة مركز الحكم. مركز الحكم هو المجلس، وهيك علاش أسفتنا في أول حلقة أنه ما تمتش الاستفاقة بمناسبة الانتخابات التشريعية وكنا نحبذوا تكون مشاركة أكبر، وكنا زادة نحبذوا حاجة أخرى أنه تكون حتى الحملة الانتخابية بحجم الانتخابات التشريعية اللي ما صارش. نرجع للتحسيس والتوعية. اليوم يؤسفنا في تونس أنه بعد الثورة وعندنا 9 سنين ما تنبهناش إلى أهمية بناء الديمقراطية في تونس. اليوم ما ينقصنا في تونس هو الديمقراطيين، هو البناء ثقافة الديمقراطية. وزارة التربية ووزارة التعليم كيف ننظروا للبرامج التعليمية متاعها؟ وين هي التربية على المواطنة؟ وين هي التربية على الديمقراطية؟ وين هي التربية على اللامركزية والسلطة المحلية؟ وين التربية على الحوار؟ الحوار هو أساس العملية الديمقراطية. المشاركة. المشاركة. وين هي نوادي اللي تابعة وزارة الشباب والطفولة اللي تجيب الصغيرات وتعلمهم وتشركهم في الحوار هذا؟ وين الهيئة العليا للمستقلات هذاك قلناه؟ وين كذلك حتى سمحني حتى الإعلام؟ يعني ما كانش تم اهتمام بالجانب هذا، ونأمل أنا إن شاء الله بعد الانتخابات هذه تكون مع الناس كل نفزعوا، مجتمع مدني، إعلام، وزارات وخاصة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة، باش كل ما بعضنا والهيئة العليا المستقلة بالانتخابات، لأنه بمنطوق الدستور هي الضامن الأول للمسار الديمقراطي وللمسار الانتخابي. الناس كل هذوما يزلنا اليوم نقعدوا ونحطوا برنامج عمل فيه ما هو طويل المدى وفيه ما هو متوسط المدى وفيه ما هو قصير المدى اللي نجم يكون بمناسبة انتخابات. فما مفاهيم اليوم غايبة على المجتمع التونسي وعلى عقلية وعلى ذهنية التونسي، لكن ما ننكروش ثم كذلك جزء من التوانسة استطاع أنه يتابع هالمسار هذايا وقاعد فهم، لكن الجزء الأكبر راهو قاعد معناتها يعطيك الصحة. ما زلنا نحكيه على جزء من التوانسة ما عندهمش بطاقة تعريف وما نجموش يشاركوا في الانتخابات، ما زلنا معناتها نحكيه على رقمنة الإدارة ورقمنة حتى الهيئة العليا للمستقلة للانتخابات اللي اليوم بعد 9 سنين التو ما صار، واللي هذه أشياء من شأنها أنها تطور كبير معناتها بصفة هامة برشا حتى تقنيات التواصل والاتصال. وبمناسبة التواصل والاتصال هذه ثغرة كبيرة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ديجا كل منظمة المجتمع المدني تشكي سنة من تعامل الهيئة معها. أكيد جدا. شوف ثم بعثة الأمم المتحدة متاع الاتحاد، بعثة الاتحاد الأوروبي كانت ثم انتوكس خرجت بشأن متاعه في الفيسبوك، في الفيسبوك مش حتى في إعلام معناتها رسمي، بعد 3 ساعات تم تكذيب تلك الانتوكس تلك الإشاعة في الفيسبوك. ناس تفهم قيمة وسائل التواصل الاجتماعي، تفهم قيمة الإشاعة ومدى تأثيرها كما تصديش ليها في الوقت المناسب. لأنه من ننكروش اليوم أنه بعض الأطراف خدمة زادة خدمة في تشكيك في عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تشكيك في الانتخابات، تشكيك في الديمقراطية. احنا كمجتمع مدني موجودين للملاحظة باش نقولوا متى أحسنتي أحسنت، وقت أسأتي ولا غلط نقولوا غلط. لكن كذلك ماذا بنا عمل مشترك في إطار صد الإشاعات؟ الإشاعات ما تخدمش راهو المسار الديمقراطي إلا تخرب.
التوجيه وعملية التلاعب اللي صارت في وسائل التواصل الاجتماعي، واحنا في عتيد عملنا مشروع السنة جديد بمناسبة الانتخابات هذه، لاحظنا فيه يعني عالم كبير ياسر خارج لكل على كل سيطرة على الأقل بالنسبة للدولة التونسية وكل المؤسسات بما فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، واللي قاعد فيه يصير استثمار كبير ياسر في اتجاه توجيه الرأي العام التونسي في اتجاه حتى يوم الصمت الانتخابي راه معناها المدخكاش الكل يصير نتاع معناها بوبليكاسيون نتاع دي سونداج غالطين دي ستاتيو غالطين اجري سيير او سي تخو سيري قال الاخر، ومعناتها هذا الكل يدخل في باب المانيبيولاسيون وحاطه التاثير على الناخب. اكيد جدا. اذا احنا اليوم العالم هذا ما زلنا متاخرين فيه، احنا تقدمنا في الاستعمال لكن في التعاطي معاه ودراسته والتصدي ليه والا حتى الاستثمار فيه ايجابيا ما زلنا بعاد. محمد مرزوق، كنا نجموا نعملوا كلنا الكلنا اعلام ومجتمع مدني ايزي، كنا نجموا نعملوا خير من 55%؟ بالطبيعة كنا نجموا نعملوا خير من 55%. عملنا نسبة تسجيل سميناها محترمة، مليون مقبولة ألف. تسجيل جدد مليون و500 ألف، ولكن فما برشا مئات الآلاف مازالوا مش مسجلين. كنا نحكي على بطاقة تعريف مش موجودة، هذه ثغرة من الثغرات مثلا، وأنه يقتصر فتح باب التسجيل على مدة معينة شهرين مربوط بعمل مازالوا زوز مليون ونص مش مسجلين. بالضبط هيك كنت باش نقول، معناتها عندنا زوز مليون ونص، عندنا نسب أمية في تونس مرتفعة، عن ما سماش نقل في الارياف في اليوم الانتخابي. راه التلميذ اللي نحكيو عليه الناس الكل تعرفوا اللي يمشي زوز كيلومتر على الثقيب باش يمشي المدرسه، عائلته في الانتخابات تعمل كيف كيف. دونك ماهوش ساهل باش تنقل ساعات المكاتب ومراكز الاقتراع هو الانتخابات بالخارج. هو تعقيبا على حكايه التنقل وصعوبه التنقل، رابطه النخبات التونسيه اللي هي زادت تعمل في المجال هذا قدمت مقترحها من الدور الاول وقت اللي شافت العزوف بسبب البعد، وعملت هي معناها الخارطه نتاع النقاط يمكن نتاع مراكز الاقتراع، وعطتها جاهزه لليزي على اساس وانه بالتعاون مع وزاره النقل تحط دي ميني بوس ولا دي بوس تلم حاجه ما يستاهل الحقيقه. معناها ولكن اقتراع هايل، ولكن باش نعطي حتى الحق معناتها الافكار باهيه راهو، اما حاجه ماهيش سهله. ما عندناش وسائل النقل في الارياف احنا ديجا باش نوفروهم بالفلوس ولا من غير فلوس. العمل لازم متراكم معناتها ما نغلطوش. راهي تونس مازالت الدوله ماهيش متقدمه، عندها برشا مشاكل في النقل وفي الترونسبور وفي الكياسات، وفما عباد ما عندهمش الضوء، 20% نسبه اميه في تونس، عندنا 30% اميه في الارياف. محمد هذا سؤال ما نعرفش يجي ولا ما يجيش، نجموا نعملوا مراكز انتخابات متنقله تمشي هي للناخب؟ كان يعملوهم احنا نشنعوها كما يقولوا. علاه؟ على خاطر ما تمشي له في عوض يجي. ما لازمناش في المواضيع هذه حسب رايي الشخصي على الاقل وحسب راي المراقبون نخترعوا العجله. انتخابات قاعده صايره في اكثر من 200 دوله في العالم، المشاكل اللي عندنا في تونس كل موجودين في العالم، والحلول اللي موجوده في العالم متعدده ومتنوعه، وفما دول قاد حلول كما في الانتخابات في الخارج، فما دول متقدمه تعمل حتى انتخابات بالمراسله، فما حتى محاولات تاع انتخابات الكترونيه. نجموا نتبعوا الحوايج الناجحه وما نخترعوش حاجه جديده، ولكن بالنسبه للتصويت فما في الخارج ما ننساوش اللي نسبه المشاركه ضعيفه. السبب الرئيسي نتاعها صحيح فما بعد كبير ساعات في اغلب الاحيان بين المكاتب ومقر السكنه نتاع المواطنين بالخارج، وفما زاد حتى مشاكل في الريجستر الالكترال بيدهم نتاع الخارج اللي ممكن كي نظفوه ونصلحوه ممكن نلقاو ارقام اقل بالنسبه لعدد المصوتين ولا عدد المسجلين بالجدول هذايا. ثلاثه ما ننساوش اللي يقعد ديما عمل الاحزاب وعمل المترشحين وعمل السياسيين هو الاول والاساس في يعني العرض السياسي هو المحرك الاول للمشاركه في الانتخابات. نذكروا عام 2014 كان فما عرض بين ظفرين اوضح، حمله انتخابيه كانت قويه ياسر نقارن بنسبه 64% بالنسبه للمشاركه في 2014 في الدوره الثانيه الرئاسيه. عوامل متعدده، اهم عوامل سياسيه، حمله انتخابيه دامت اسابيع، ما احنا براتيكمون الحمله الانتخابيه في الدوره الثانيه الرئاسيه ممكن 48 ساعه ولا اقل. احزاب خدمت على الموضوع، النقل الجماعي للناخبين ماهوش ممنوع في تونس، صار في 2014 بطريقه منظمه من هوني ومن هوني ومكن برشا ناخبين باش يصوتوا. العوامل هذه الكل لازم نرجعوا لها ونفسروها ونحلوها وندخلوا شويه في التفاصيل ان شاء الله. كان الهيئه يسهل ربي ان شاء الله وينتخبوا رئيس جديد، خاطر احنا خايفين كالعاده في كل انتخابات نتاع رئيس. جانفي 2020 يظهر لي الرئيس. هو براتيكمون في حمله انتخابيه اعضاء الهيئه وهذا موضوع اخر، وماذا بينا كان نحلوا الموضوع نتاع تعيين اعضاء الهيئه سواء كانوا اعضاء العاديين او انتخاب الرئيس. احنا كان نتذكروا في كل انتخابات يصير
بفعل او مش بفعل فعل الله اعلم يصير نعم. تعطيل العمل الهيئه 2011 حليناها بقرار سياسي في 2014 بعد بعام وقع استقاله في نعم. 2017 في 2018 بعد البلديه وقع ابعاد الرئيس في 2020 وفات المونداه نتاعو. هذا اللي يخلي كما كان يحكي زميلي العمل المتواصل نتاع الهيئه ما صارش، التسجيل المتواصل ما صارش. علاش مش التسجيل في البلديات؟ علاش مش التسجيل في المشاكل الداخليه نتاع الهيئه تأثر بصفة مباشرة على المناخ الانتخابي ككل، خاصة على مستوى الإعداد. هذا أمر مفروغ منه، وإحنا نعسوا كيفاش يقولوها على التأثير مقبول نوعا ما أو غير مقبول. وهنا يجي مؤسسات المجتمع المدني خاطي المراقبة العادية بين ظفرين، رغم أهميتها ورغم خطورتها في بعض الأحيان نتاع الأمور اللوجستية والأمنية، ولكن مراقبة عمل الهيئة القانوني والتنظيمي، تنصل الهيئة في بعض الأحيان من صلوحياتها اللي قراس المجتمع المدني في تونس خذت الصلوحيات كلمة إيه الهيئة فما العليا. فما برشا حديث على مسألة اقتصار على الدور التقني اللي يزيد نتاعها. بالضبط، هذه الملاحظة العامة والمتشاركين فيها على الأقل كل المجتمع المدني الوطني التونسي أي. اللي الهيئة منذ نشأتها لما حالة لاحظنا تتجنب توسكي عمل عنده صبغه سياسيه او سياديه وهي مجعوله باش تكون عندها سياده تامه. هذا ممكن نرجعوا له في التوصيات من بعد على مستوى، خاصه وانه يكون عمل الهيئه مش موسمي فقط من الانتخابات للانتخابات، ولكن على امتداد 5 سنين، خاصه وانه ما فماش ما يمنعها، معناها الاعضاء موجودين، هذا واجبها اكثر من هكا، البودجي موجود، دونك ما فما حتى اشكال. عطوا نرجع لك سي بسام، لكن خلينا ناخذوا احنا من القراءه السوسيولوجيه. شفت لهالنات هذوما الكل اللي نحكيو عليهم تو دكتور؟ نعم. هذا ما أثرش وخلى 3,800,000 ناخب يخرجوا ويصوتوا البارح. شوف، قبل ما نجمش نعدي الكلام تاع الخويين هكاك، تفاعل تفضل. تفاعل بركة معهم. هل للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومن يقف وراءها من أحزاب سياسية كبرى ومن مراكز النفوذ، مش بنقولوش حاجه اخرى، والمؤسسات وهياكل المجتمع المدني عندهم نفس الرؤيه ونفس الاهداف؟ اظن لا. سؤال يعني لا انا بن سؤال ونجاوب. انا متقدمين برشا اي بمعنى عندنا رؤيه وهم ما عندهمش رؤيه، ما عندهمش نفس الرؤيه مع المجتمع المدني، ما عندهمش نفس الهدف. يعني من قال بان نسال، انا ديما نحلل تحليل علمي فقط دون خلفيه سياسية وغير. شكون قال اللي هما حبوا يقيدوا 1.5 مليون اللي حكيتوا عليه انت؟ شكون قال اللي هما حبوا انه النسبة نتاع الواحد يعني نتاع تكون عالية؟ هل ان مسألة الدعاية تفطنت لها انت ما تفطنش لها هما؟ اظن اللي فيهم ثاني برشا ناس اللي وصل لهم الكلام نتاعكم في العديد من المناسبات، وتفرجنا فيكم وقرينا لك مقالات وما تفعلتش. دونك الغير المشكل وين؟ ما تنساوش انه هالهيئه هذه بحد ذاتها هي عندها 2 ابعاد، عندها مشكل منذ تاسيسها، قداش من رئيس وقداش من مجموعه اجتمعه وتحولات، وحتى في تقديم النتائج بالتاخير وغيره مش ببراءه، خاطر ثم حتى صراع بين الاعضاء لا لشيء الا لابعاد بعد ذلك تاثير على حتى فيما بعد نجم يكون انا رئيس وتنجم تكون انت كذا. حتى خطة. على خط النطق الرسمي صارت عارفه اذا هنا اشكاليه كبيره، تم ابعاد الاخت الرسمية وبعد ذلك تمت الترضيه نتاعها ورجعت، ما نش ندخلوا في معطيات احنا نجهلها، ولكن احنا نحلوا فقط. اذا هناك المجتمع المدني يضغط يطالب باليات وقرارات حاسمه من عند الهيئه، كوني هيئه عليا واحنا نكونوا معاك ونساندوا، لان ليس فقط انك انت تكون مراقب وملاحظ، لان ايضا عندكم العديد من التقارير والملاحظات من خلال التجربه الاولى في الانتقال الديمقراطي ولم تؤخذ بعين الاعتبار. اذا بمعنى ذلك يتقال انه هل احنا عندنا نفس الهدف؟ خاطر سيادتك حكيت قلت بار اكزومبل نقعدوا مع بعضنا ونخدموا مع بعضنا باش نبنوا لقدام. ما نقعد معاك انا الا ما نكون عندي انا نفس الرؤيه الفيزيون نفس الرؤيه الهدف. ونفس الهدف. اذا كان عندي انا وياك نفس الرؤيه، علاش التوانسه بالخارج ما مشوش يشاركوا؟ لازمنا نجلسوا نشوفوا مدى قدرتهم وحبهم لهذا الوطن، يعني الاشكاليه نتاعهم، مدى الاهتمام بقضاياهم، مدى التفكير في نوعا ما تقريب الخدمات لهم، نسمع لمنظمات المجتمع المدني وناخذ الملاحظات نتاعها ونبني عليها ونتحرك. هنا السؤال اللي يتسال، عندنا نفس الرؤيه ولا ما عندناش؟ رغم هذا كله نجم نقولوا ان المؤشرات ايجابيه. بالضبط. مؤشرات ايجابيه، ولكن ايجابيه في واقع، يعني ايجابيه في واقع
مع كل الاحترام والتقدير لمنصب السيد رئيس الجمهورية. واحنا قلنا لهنا انه الناس هذا هذه الهجمه الانتخابيه بين معقفين نسبه فاتت ال 50%، يعني بدينا نفرحوا باهي. اما راهو الخيانه كله والناس كلها تعرف انه السيد الرئيس وحتى الناس اللي هبطوا البارح في الشارع فرحا، وانا شفتهم وانا كنت في وسط المجموعه باعتباري ايضا مختص في علم الاجتماع يلزم ندرس الظاهره هذه. من هؤلاء؟ شكون هم هذو؟ طب بعد خليه هذي خليه بعد كنا تو شكون هم اللي خرجوا الشارع الثوري؟ نعرف ثم برشا مؤشرات ايجابيه ولكن سامحني مشات في انتخابات الرئاسيه. كنت نفضل ان تكون في الانتخابات الرئاسيه وتكون في الانتخابات التشريعيه، وقتها نقول نجحنا حقيقه في انه في انتخابات تشريعيه، لان تركيبه البرلمان ستحطنا في موقف حرج جدا. اما هناك تنازلات كبرى وهذا صعب شويه، واما باش تكون ثم لا قدر الله حضروا روحكم الى دوره اخرى باش تراقبوا الانتخابات بعد 6 شهور او 4 شهور اذا كان كل واحد تمسك بليلاه، اذا كان كل واحد منهم شد الصحيح باش تكون كارثه. لان وهذاك علاش انا حبيت انه هذه الهبه الانتخابيه في الرئاسيه، أنا نقرا السوسيولوجيك من البرلمان، أناش نقرا نعاود الانتخابات مشكلة. لا تنجم تتعاود الانتخابات إذا كان فشلنا في تكوين الحكومة. في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي معناها كله توا واقف في الساند باي، معناها المؤسسات المالية المانحة واليوم زاد تعمق ميزان العجز التجاري. إذا كان الفمية واقفة وما حبش تصرف الترانش السادس نتاع القارب، نزيدوا نحن 6 شهور للي تتشكل الحكومة ونعاودوا انتخابات أخرى. لا ما نقولش العكس، أما اختيار الكلمات، الكارثة هي حرب، الكارثة هي مجاعة. لا لا مش يقصد هكاك، هذا موجود في الدول. يقصد الوضع، يقصد الوضع الاقتصادي والاجتماعي السوسيولوجية كارثة اجتماعية. أنا أستاذ في الجامعة، سامحني أنا أستاذ في الجامعة ونعرف نلتقي المصطلحات جيدا. كارثة من المنظور الاجتماعي للأشخاص الذين صوتوا للسيد قيس سعيد، في أغلبيتهم هم فئة الشباب، هي ناس جت الثورة ورفعوا شعار التشغيل استحقاقي عصابة السراق، وأنفقنا أموال طائلة عن هذه العملية الانتقالية وهذه الديمقراطيه، وقلنا هذا جيد. دم مش فلوس، انا انفق اموال طائله، انا مانيش معاك، ما يستاهلش نجم نتفاعل معاك. لا الاموال اللي صرفتها الدوله التونسيه على الديمقراطيه ما زالت ضعيفه 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 ياسر. مقارنه بشكون؟ نعم مقارنه باللي لازم يصير. لا مقارنه لازم كان تعطينا فرصه نجم امكانيات نجم حتى امكانياتنا. لا لا سامحني بامكانياتنا 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 مقارنه بامكانياتنا شويه. لا لا سامحني، وعندي معنى وتستحق العمليه الانتقاليه وثم مناخ ديمقراطي يستحق اكثر من ذلك. ما عندناش حتى باش يمارس المواطن حقه، احنا مع كل هذا الانفاق، ولكن سامحني هناك ايضا انفاق نوعا ما مبالغ فيه. انا عندي التقرير نتاع الهيئات المستقله السابقه، نعملوا لها حصه مره اخرى ونفسروها ونشوفوا برشا انفاق حصل في هيئات سابقه. نحكيو على نتحدث عليه. انا حبيت نحكي لك مقارنه بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه اللي انطلقت من اجل الثوره هذه. المواطن اللي صوت في العمليه الانتخابيه الرئاسيه بالمنظور اللي اتفقنا عليه للزوز هو يلوج على شكون يحلوا هذه القضايا. صحيح. حبيت ننبه منه انا ونستعمل كلمات ساعات قويه شوي باش السياسي يعرف انه الميساج اللي وصل لك من هذه المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية، عليكم أن تتحدوا حتى أن كنتم مختلفين. يعني حتى تو طلعتوا في البرلمان ما عندكش حتى واحد عنده الأغلبية، ولكن يلزمنا نخدم المرحلة تقتضي تنازلات من الجميع. المرحلة تقتضي تنازلات وتقتضي الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية اللي احنا أهملناها، وبالتالي تمت معاقبة العديد من الأحزاب من هذا المنظور. بالضبط. برشا أحزاب، احنا قلناها في حصة سابقة أن هناك أحزاب كبرى وهناك طيارات ايديولوجيه وسياسيه كبرى وعندها من اصل في تاريخ هذا المجتمع عوقبت انتخابيا، ما تحصلتش على كانت تنتظر انها باش تكتسح وما اكتسحتش، وكانت تنتظر انه حتى حزب السيد الرئيس الحكومه كان ينتظر انه يكون عنده على الاقل اكثر من هذا العدد. حزب السيد رئيس الجمهورية الله يرحمه وينعمه، نقولوا نحن نتكلم، أنا ما أعرف يتكلم نداء تونس عنده صوت أو مقعد أو مقعدين. إذن بمعنى برشا أسئلة قلناها هنا، تمت معاقبة الأحزاب السياسية للأداء. أنا مانيش ضد أنك أنت تعمل بعكس، نحب الجمعية تراقب، نحب عملية تم، المرأة الريفية زي ما تمشي تصوت معاك على كل الطلبة يمشوا يصوتوا، نوعوا في المدارس، نوعوا في الجامعات، في دور الشباب المغلقة واللي تسكر نهار الاثنين، حكينا عليها في العديد من المناسبات، هذا كله دور شكون هذا؟ كي تقول لي باش نصرف عليه مليارات باش بعد المواطن يصبح واعي، أنا معاك، ولكن عندما تنفق مليارات وتكون كارثة من المنظور المجتمعي،
وقت نزيد نعاودها انا نصرف عليها مئات المليارات. لا خاصة المليارات. دكتور وانا حتى سوسيولوجيا توا وسياسيين نقول لك راهو الانتخابات اذا كان باش تعاودها وبود 6 اشهر ستفرز نفس التشكيلة معناها السياسية الموجودة توا يمكن مش في جينات. المتأكد مش صحيح علاش؟ فما حاجة عمل انت تا محمد مرزوق معايا عاد الانتخابات. لا لا بالكل اما علاش عجبت الموضوع هذا بالحق؟ على خاطر حاولنا نعطيه نصيحة احنا من مكاننا المتواضع كمجتمع مدني نحكي على مراقبون وقتها الهيئة العليا المستقلة قررت تطبيقا للدستور إجراء انتخابات الرئاسية السابقة لوانها في 15 سبتمبر طلبنا من الهيئة بإلحاح تأجيل انتخابات تشريعية إلى ما بعد الدورة الثانية الرئاسية والقانون ما كان يشيلها بدأ يسامحوا عملتوا معهم جلسات وسامعوكم بطبيعة ايه شو كان ردهم؟ كان ردهم لا أكثر لا أقل نحترموا مؤسسات الدولة خاطر احنا رأيه يحتمل الخطأ قال الراجل ولكن اليوم نقول بعد ما شفنا العملية الانتخابية في معناها السياسي ما قدرش مفعولها كامل خاطر فما نوعين متاع انتخابات يتعمل رئاسية قبل يتعمل تشريعية قبل يا سياسية الانتخابات التشريعية نتائجها تفرز رئيس أو العكس نتائج الرئاسية تفرز أغلبية للرئيس كي عملناها في الوسط كانت أمور تقنية وهنا نحكي على الدور التقني للهيئة العليا المستقلة اللي وقفت في الدور التقني وخليت الدور السياسي المهم يعني السياسي مش بمعنى الحزبي ولكن السياسي بمعناه الكبير للكلمة والوظيفة متاع الانتخابات هي إفراز أغلبيات إفراز حركات جديدة أو تأكيد على حركات سياسية قديمة الانتخابات التشريعية ما بين الرئاسية الأولى والثانية خليت هذا ما صارش كان تعاود الانتخابات ونشوفوا 70% اللي مشاو لقيس سعيد ممكن ياسر هالحركية السياسية أو الاتجاه السياسي اللي يفرزه الرئيس هذايا نجم يترجم في البرلمان ويكون عنده معنى سياسي واضح والناس تفهم شكون صوتت هذا ما صارش ولكن ما تنساش محمد مرزوق وأنه راهو اليوم حتى الجزء 2700 اللي صوتوا لقيس سعيد فيهم أجسام انتخابية نتاع أحزاب سياسية موجودة في البرلمان معناها النهضة دعات أنصارها لتصويت قيس سعيد حركة الشعب ائتلاف الكرامة التيار الديمقراطي من صوت لقيس سعيد وشكون من قلب تونس صوت من المصوتين لسعيد هما جايين من قلب تونس هناك من صوت لنبيل القروي من ينتمي إلى حركة النهضة وائتلاف الكرامة حسب الاحصائيات صحيح ولكن انا نحكي على تشكيلات نسبه ضعيفه اما موجوده لا اللي حبيت نخذه جوست باش نفهموا بعضنا حبيت نحكي على تشكيلات سياسيه كانت تجي تفرز من انتخابات الرئاسيه كما صار في دول اخرى انما سي محمد الدول الاخرى ناخذوا منها التجارب ولكن لازم نفهموا ثم تداعيات اجتماعيه ثم تداعيات اجتماعيه ما اخشاه احيانا ثم بعض الطرق اللي احنا نسموها تخلص من الديشي بالحرقان يتنجم الحريقة اللي هي تكون صالحة باش تنقضي بها على بعض المجال معين تفلت العملية من يدك وهنا تولي كارثة لأن هذا الجمهور اللي نقب في مجمله هو جمهور شاب وهذا الشاب احنا في ملامحه النفسيه والاجتماعيه شكون هو؟ باهي انا تو نرجعوا بعد نقراوا شكون الفئه الشبابيه اللي لا اللي حسبت مع الناس اللي في شباب في تونس اللي حسبت سي باسام معناتها سي باسام نتفاعلوا ولكن ماذا بينا تعطيونا عتيد ومراقبون شنو لاحظتوا البارح على امتداد يوم الاختراع لانه سمعنا برشا كلام سمعنا غياب ملاحظين سمعنا غياب مراقبين سمعنا شكون معناها تم القبض عليه وهزوه للمركز سمعنا برشا برشا كلام ماذا بينا تعيشونا عفوا شنو اللي صار البارح بالضبط؟ اللي صار البارح اللي صار قبل انه مازال ما صارش استثمار في الديمقراطيه الثمن اللي ندفعوا فيه هو ثمن التلاعب بالمسار الديمقراطي والخروج على الاليات نتاعو الحقيقيه وسوء التعامل مع اليات الديمقراطيه هيك اللي قاعدين ندفعوا فيه ندفعوا في ثمن التاخر في الذهاب مباشره الى اليات الديمقراطيه وترسيخها في المجتمع صحيح. اما الديمقراطيه نفسها ما زلنا بعد برشا على الاستثمار فيها جمعيه عتيد مراقبون وعديد الجمعيات الاخرى البارح موجودين وحاضرين كما عادتنا خرجت كلام البارح انه غياب المراقبين وغياب وكان ثم حتى خلط ما بين ملاحظ ومراقب المراقبين هما نفسهم مش مراقبين واذا ثم مراقبين هما جهه واحده عندها مراقبين هي الهيئه العليا المستقله للانتخابات اللي عندها 1500 مراقب الباقي شكون هما ثم ملاحظي المجتمع المدني وثم ممثلي الهيئات الوطنيه القائمات المترشحه او المترشحين في الرئاسيه هذا هو الموجود ثلاثة أنواع
بالنسبه لملاحظي المجتمع المدني وعلى كل حال على حد علمي واتصالي ببقيه الجمعيات كلهم كانوا حاضرين موجودين حاضرين، وربما عديد الجمعيات غيرت في استراتيجيه العمل نتاعها. انه كنا قبل ندخلوا نبقاو الملاحظ نتاعنا كامل اليوم في مكتب اقتراع، لكن شفنا انه الاحزاب والقائمات المترشحه والمترشحين غيروا حتى هما في استراتيجيات التحايل او الخروقات او التجاوزات اللي قوموا بها. الناس هذوما ولاو يمشيوا لمحيط مراكز الاقتراع او في مصر مركز الاقتراع في الساحه نتاعو من خلال الانصار من خلال الممثلين نتاعهم يحاولوا ياثروا يتصلوا مباشره بالناخبين، يحاولوا يستثمروا في كل ناخب متجه للصندوق من اجل انه يكون لصالحهم مش لصالح الطرف الاخر. هذا هو اللي موجود. لذا احنا كجمعيات مجتمع مدني قلنا يلزمنا نعملوا ادابتاسيون، نغيروا من طرق العمل نتاعنا. في جمعيه عتيد اخترنا انه الملاحظ يدخل قبل يوصل 7 متاع الصبح قبل ساعه من عمليه الاقتراع، يتفقد محيط مركز الاقتراع، ثم الساعه الثامنه وقت الانطلاق يدخل لمركز الاقتراع ويدخل لمكتب الاقتراع، ياخذ نص ساعه يتم فيها التسجيل كل الاجراءات الاوليه لافتتاح عمليه الاقتراع، من عد الاوراق من التحضيرات هذيك الكل نتاكدوا منها من انه الامور اللوجستيه كلها حاضره، ثم بعد نص ساعه هذيك يخرج ويولي يتنقل اما في ساحه مركز الاقتراع او في محيط مركز الاقتراع، مع الرجوع من كل ساعه الى مكتب لملاحظته. يعني عمل فيه نوعين، ندخل للمكتب نص ساعه ونخرج نقعد ساعه في محيط المركز لملاحظه تلك التجاوزات اللي تصير في البر. وعديد الجمعيات الاخرى ظهر لي حتى مراقبون في جزء من الملاحظين نفس الاستراتيجيه نتاعنا جايين ومتنقلين بالضبط. هذا شنو خلى الفيزيبيليتي، يعني الناس جات دخلت المكتب ما لقاتش ملاحظ تعتقد انه غائب تماما لمراقبه غائب تماما موجود، لكن في المحيط لكن زاد نحب نقول حاجه انه عديد زاد جمعيات المجتمع المدني شاركت في الانتخابات هذه وما بينتها عتيد باعداد اقل من سنه 2014 وحتى 2018. وهذا ناتج على شنو؟ انا نذكر في 2011 انا شخصيا دخلت جمعيه عتيد من خلال اعلان في الصحافه. هذاك الروح اللي جات مع الثوره خلتنا الاف طوعنا في جمعيه مجتمع مدني للمساهمه في هالمسار هذه لملاحظته في تحصيله في انجاحه. لكن الشعله هذيك بدات تخبو راهو، ونقصد بالمشاكل الاجتماعيه اللي صارت في البلاد، الاقتصاديه بحاله ياس عند شريحه كبيره ياسر من المواطنين، خليت حتى نوع من العسوف حتى للمشاركه في المجتمع المدني، ثم ولت اصبحت صعوبه في ايجاد متطوعين. نزيدوا هذه حاجه اخرى انه الهيئات الخارجيه اللي كانت تمول في عمل المجتمع المدني في تونس المانحين الاجانب يعطيك الصحه غيروا من استراتيجيات او من الاهداف نتاعهم. الشان الانتخابي ما عادش ولا اولويه، لذا تمويل كل ما يتعلق بالانتخابات فيه نقص كبير ياسر. مش كيما في 2014 في 2011 كان ثم دعم ياسر للشان الانتخابي لملاحظ الشان الانتخابي، والدعم هذا كان من حاجتين، مش كان فقط دعم مالي راهو، كان زاد ثم دعم تقني كبير ياسر ومعرفي كبير ياسر. احنا في تونس في مجتمع مدني نتاعنا ما كانتش عندنا تقاليد كبيره ومعرفه كبيره بالقوانين الانتخابيه في العالم وكل هذه الاجواء، كنا عايشين في ديكتاتوريه. انا واحد من الناس عمري ما شاركت في الانتخابات حتى بالتصويت، اول مشاركه كانت اثر الثوره. اذا كل هذه الاشياء خلت اليوم ثم نوع من النقص في الملاحظين. نزيدوا على نضيفوا على هذا الشيء حاجه اخرى، انه ربما زاد حتى في الهيئه العليا المستقله للانتخابات ما هوش نفس التعامل مع المجتمع المدني اللي كان قبل هو نفسه تو. علاش؟ علاش؟ وهذا السؤال نطرحه فيه احنا. والحمد لله امس جات معناتها تنبيه من المواطنين للهيئه العليا للمستقله للانتخابات، لانه عندنا امس حالات في مراكز اقتراع ثم مواطنين رفضوا يدخلوا يصوتوا كما لقاوش ملاحظين. غير ملاحظين. اذا انا في كل اعتزاز وافتخار وعي الوعي نتاع المواطن بالطبع، اعتزاز وافتخار انه اليوم ثقه المواطن في المجتمع المدني ربما اكبر حتى من الهيئات ترى فيه ضمانه معناها الرسميه. لذا ننبه على الهيئه ونقول لها خذ درس هالدرس هذا واعمل في المستقبل على ان يكون المجتمع المدني حاضر وبقوه، خاصه نرجع نختموا بالتوصيات هذيا سي باسيام نحطوهم الكل في التوصيات هذوما. لكن كلمه اخيره خاصه وان الهيئه العليا للمستقله للانتخابات عقدت شراكات كبيره مع هالمانحين
وهي نفسها عندها من أكبر المانحين تقريباً 4 وساعدوا الهيئة بتمويلات كبرى خاصة الميديا سنتر تقريباً 10 مليار دويت والمجتمع المدني ما شاف شيء من هذا الكل. مراقبوه. حبيت أن نأكد من جهة اللي بين 2014 و2019 العدد ماهوش هو بيدو نتاع الملاحظين الوطنيين يحكي التوانسه نقص بالكدا الاسباب متعدده وعديده من اهمها اسباب بطبيعه عمليه ولكن زاد اسباب لوجستيه اكثر الجمعيات زاد حتى اللي ما عندهمش مشاكل تمويل الحمد لله مراقبون كانت توجهات اكثر للكيف اكثر منها كم الحقيقه التراكمات اللي زاد اللي زين ما ننساوش من انتخابات لانتخابات الناس كل تأكدت على الأقل مبدئياً اللي المشاكل الكبرى كما كان يحكي زميلي تصير البرة من مكتب الاقتراع الثقة في الهيئة الحقيقة رغم ساعات اهتزازها ولكن ماشي وتزيد على الأقل من الناحية اللوجستية والتنظيمية واحترام الإجراءات داخل المكاتب هذا يخلي مجتمع مدني مش يخدم في بعض الأحيان في مجالات أخرى أو غير طريقة العمل متاعه ثلاثة ما ننساوش الأهم تبديل صار في الانتخابات هذه هو تواجد الممثلين المترشحين اللي كان ضعيف برشا مقارنة مع انتخابات 2014 600 بيناتهم يقول لي محمد نعم. 600 بيناتهم الأرقام كانت تحب نعطيك تواجد ممثلين مترشحين خلال عملية اليوم الاقتراع 73% من مكاتب الاقتراع تواجد فيها ممثل أو اثنين من المترشحين اللي كانت 100% في 2014 27% من المكاتب ما فيها حتى ممثل من المترشحين أكثر من ربع المكاتب ما كانش فيها حتى ممثل مترشحين كانوا فيها بعض المكونات المجتمع المدني بالطبيعة 56% من المكاتب فيهم ممثلين عن قيس سحيد 42% من المكاتب فيهم ممثلين عن نبيل القربي و25% من المكاتب فقط فيهم ممثلين اثنين يعني زوز متنافسين كانوا موجودين وهذا الملاحظين تاع اتحاد الشغل ما عنديش عليهم أرقام نستناو موجودين كانوا موجودين بعدد أقل لأسباب لوجستية ظهر لي كان العدد أقل برشا منهم كيف نعم. كيف الأسباب أخرى مشابهة كانوا زاد ممثلين مترشحين أقل برشا من العدد المطلوب لأسباب ظهر لي تقنية لوجستية ومالية مالية خاصة اللي أنا مش نركز على الشريحة العمرية اللي البارح كانت حاضرة وأصوات الشباب البارح كانت حاسمة دكتور بلعيد ولد عبد الله طبعا نتفاعل شوف ثم كلام ورد على المجتمع المدني وانا ايضا نصف المجتمع المدني ربما مش على عقب الانتخابات على عقب بالتغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتنميه وغيره وبالتالي تغيير التكتيكي نجم يكون فيه وعليها علميا نتكلم لانك انت باش تهز ملاحظ من القاعه وتخرجوا لبرا انت اكتشفت انه ثم خطا فادح او نقص في الفضاء خارج مركز الاقتراع هكا ولا اذا هذه الاشياء هذه السيناريوهات المحتمله يتم مناقشتها مع الليزي اذا كانت راغبه نزيد نوصل المعلومه بشكل واضح وصريح ونسطرها اذا كانت راغبه في انجاح هذه العمليه لان المنطقية انا بدينا نصدروا تو في المنتوج تو عندنا منتوج اسمه ديمقراطيه ونجموا نصدروا يعني تجربتك مع تيد ومراقبون والجمعيات الاخرين منطقيين ما عادش نستنوا دعم فني ودعم لوجستي مش خاطر انتم قدامي ما نعرفكمش قبل ما تعاملش معاكم قبل انا حسب ما عندي من تقارير ومعطيات نجم انا نسوق هذه التجربه سوقها بمعنى ليس من معنى التجاري فقط اي نجم نفتخر به اذا بمعنى هذه المنظمات تقول راني لاحظت اللي ثم شبه من التلاعب او التاثير خارج مركز الاقتراع وبالتالي وقت عملت الكوتشينج شو معناها نسحب الملاعب نتاعي الملاحظ نتاعي ونهزه مره في الفضاء مره ندخله الداخل ولكن الراي العام اللي يدخل القاعة يقول اسنا لاحظنا أنه ثم مسألة معينة اللي هو تراجع عدد الملاحظين وأحيانا الغياب ملاحظة أخرى هؤلاء المانحين والغياب منطقي لو كان جت عنا رؤية استشرافية ومن لو مش المجتمع المدني للليزية وغيره عنا طلبة الحقوق وعنا مجموعة من الطلبة موجودين وعنا برشا وحدات نجم أنا ندخل في دورات تدريبية لاني انا عامل البرنامج نتاعي الانتخابي الكالندري نتاعي مسطره صحيح صار ظرف قدمنا الرئاسية ولكن احنا عاملين العملية ولكن عندنا من الطلبة الزاد الكثير وفي هذا المجال وتنجمت أطرها من الجمعيات بإيجاد الأرضية أبكي ديما حاجة واحدة هل هناك رغبة أم إرادة صادقة أم لا أنا نتكلم بالنسبة للعملية هذه بشكل موضوعي تسحب الملاحظ الغادي ألومك لأنك أنت منطقي لازم يكون عندك ملاحظ داخل القاع تقول لي انت صحيح يا سي بعيد انا داري مقابله مركز اقتراع يعني منطل من الصوره نتاع الجرده نتاعي نشوف شنو قاعد صاير برا احنا سي بعيد ثم ناس تاثر ولكن انت تقترح على اللي يزيد نخدموا مع بعضنا شكون عندنا ملاحظين داخل وخارج الفضاء
نرجع بالنسبة للملامح النفسية والاجتماعية للناس اللي شاركوا في الانتخابات. أنا في رأيي الخاص وقلتها بقيلة أنه العملية هذه ديما صورت في المخيال العام، هناك رئيس الجمهورية يقعد ديما السيد الرئيس، ويقعد ديما في المجتمعات العربية رغم النص القانوني هو، وهنا عنده أدوار ثانية، هو الشخص الجامع، هو الشخص اللي جمع، هو الشخص اللي لمد، هو الشخص اللي يقرب، كان كبير العائلة بالنسبة للمجتمع التونسي. وبالتالي الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه جاءت في هذه العملية الانتخابية الرئاسية. إذن ما شفناها البارح من ملامح تعطينا أنه ربما الهجمات الشرسة في عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي من هذا الطرف أو ذاكرة للزوز موجودين، ونديما نعاودوا نحكوا نحن بنحاولوا نكونوا بحياد علمية، بمعنى أنه شفنا البارح عكس ما يقال تماما، شفنا الصغير، شفنا الكبير، شفنا المنقبة، شفنا اللي شعرها عريان، شفنا اللي لابسة حديد مودرن، شفنا اللي عامل لحية وفي من مش عامل لحية. تحكي لي شعر الحبيب بورقيبة، شعر الحبيب بورقيبة بعد الإعلان عن نتائج مكتب الإمارات كونسولتي، شفنا فرحات نوعا من الأهازيج والوعد ما هيش منظمة. هناك محاولة للركوب على هذه، على تنظيم الفرحة، يعني لا احنا دخلنا في وسط سيفيل دوك، يعني نجموا نفهموا العملية وين. ثم مجموعات تتحرك والشعب قاعد يتلم، بأسمع الفيسبوك وناس تهبط وتصور، دوك يعني كان حراك مجتمعي بأتم معنى كلمة. يعني ذكر شاب اللحية نتاعه طويلة مصلي على بأليه وعمل بلوطة في أذنيه وهو حر في ذلك، وشعره كوت شفال من تالي، ويعيط يرفع شعارات الثورة. وهنا لازم نفهموا مليح أن الاستحقاقات الاجتماعية، رغم أن الانتخابات هي انتخابات رئاسية، يعني رغم اللي هي انتخابات رئاسية والسيد الرئيس ليس من مهامه، باش ندخلوا برشا في التفاصيل هذا المجال، يعني مهام الحكومة. إذن في رأيي الخاص هذه الانتخابات مع نجاح المجتمع المدني، مع نجاح النسبي نوعا ما، نجاح ما كلش ليهم حقهم، جماعة ليزي تعبوا ثاني وسي أخطأوا أحيانا، نعم، ولكن تعبوا، ولكن نقول لهم يعطيكم الصحة، ولكن لازمكم ندوا يديكم المجتمع المدني وتطوروا. هذه فرصة بالنسبة لي أنا، هي فرصة باش نبعدوا على هذا السباب وهذا الشتام وهذا كذا كذا، نعم، ونتعداوا مرحلة أخرى. المنهزم نقول ليه إن شاء الله في فرصة أخرى، والفائز نقول ليه راهو مسؤوليتك كبيرة، لا تؤخذ الدنيا بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، لأن هؤلاء الأشخاص اللي هبطوا البارح في شارع الحبيب بورقيبة استناهم بعد فترة زمنية معينة، خاصة إذا كان البرلمان لم يفرز حكومة صادقة وواعية ومدركة وقائمة على توزيع الكفاءات وتعطي مؤشرات، خاصة الكفاءات تعطي مؤشرات. أما باش تجيب لي واحد يتعلم الحجامة في رسل اليتامى مازال جاء كان البرة ولا كان الداخل وتجيبه، وتحب أنت حتى داخل الأحزاب نفسها، أظن أن حتى الأحزاب أكيد شافوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شافوا عبر الشاشات عندهم شكون جاء في شارع الحبيب بورقيبة، وشاف بأن هتافات ومازالت ناس تعيط على مقاومة الفساد وعلى الإصلاح وعلى التشغيل وعلى قضايا أخرى. الاستحقاقات السياسية محترمة، ولكن الاستحقاقات التنموية آن الأوان متاحة. هذا هو عطونا نرجع لكم بعد نحكي على شارع الثرى، على الثنائيات اللي رفعها البارح الشباب في جملة من المداخلات معنا، لكن نستسمحكم فقط إلى فاصل ورجعين. تحب تربح 100 دينار؟ تحب تربح مليون؟ تحب تربح 100 مليون؟ تحب تربح مليار؟ ابعث SMS على الرقم 85 88 88 88 واكتب فيه اسم ولايتك بالسوري، مثال اذا انت من تونس اكتب تونس، واذا انت من سيدي بوزيد اكتب سيدي بوزيد، واذا انت من مدنين اكتب مدنين، وجاوب على الأسئلة. هل أنفقت أموالنا ثمناً لهذا الرجل؟ إخراج الذهب سهل حسب قولك، لكن لماذا لم يخرجه أحد حتى الآن؟ سيدي، إن التجار عظامهم قاسية. وأنت تجيدين كسرة. ما لم أفهمه، هل هي فتاة كريمة أم أنها تضمر شيئاً؟
دوغان سوف يعود إلى قبيلته. أنا أعرف أنه أرسل بطلي إلى طريق لا عودة منها. يكفي. أرطغرل وأورال يجب ألا يعرفا علاقتنا بالأمر. تورطت بأمور لا تعرفها. أنت كسمكة خرجت من الماء لتسبح في الوحل. سنقول له بأننا تأثرنا بما سمعناه. محاربنا الشجاع تورغوت يخون قبيلته وسيده. أنا ابن سليمان شاه أرطغرل، فلتعلم الدنيا ومن فيها أن كل من سيتسلط على رزقي سينال جزاءه. حسبنا الله. مراتي؟ مراتك؟ ده بقى ماما نونا هيثم. انتوا لحقتوا خلفتوا كمان؟ يتربى في عزه حمد عزه نونا حجر ماما تهزه. وبنت اختك بقى عندها كم سنة؟ عندها 7 سنين. لا بتبقى أصغر مني؟ يعني بشوية صغيرين كده. يتربى في عزه حمد عزه. انت هتفضل تعمل كده كتير؟ ايه كده ده؟ حمد داخل، حمادة وقع. الله ما ترحم نفسك شوية وصحتك يا بنت. ما تصدقيش الإشعاعات، أبوك ده جامد قوي. حمادة جامد. سامعة يا إيناس؟ يعني أنت عملت كل ده عشان تاخد المحل؟ الحلت يا بنت. يا ابني إيه يا حمادة؟ ما أنت عملت كل ده؟ ده أنت طلعت نمرة بصحيح. طبعاً أسلم فيه، ده أنا حمادة الجامد قوي. قاعدين نقوم بقراءة وتحليل في الأرقام اللي تم الإعلان عليها منذ قليل على مستوى نسبة المشاركة الرسمية اللي بلغت 55%، والأرقام بخصوص فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. حاضر معنا مراقبون، حاضر عتيد، وحاضر معنا الدكتور الأخصائي في علم الاجتماع بالعيد أولاد عبد الله. قلت لي تحب تتفاعل سيباستيان معطر مع كلام في طريقة ولا استراتيجية العمل؟ تفضل. شوف، احنا وصلنا الوضعية سيئة حتى داخليا في علاقتنا حتى بالملاحظين اللي هما في أغلبهم شباب، واللي هما عندهم غضب كبير ياسر كيف يجتهدوا ويتطوعوا ويعطيوا من قلبهم ومن دمهم ويشاركوا ويعديلك من السماء متاع الصباح في بعض الأحيان حتى لآخر الليل، ويمشي من بعد المركز التجميع ومن بعد ويشوف أشياء، ومن بعد ذلك الأشياء ما توصلش، ما تكونش عندها تأثير في القرار النهائي، يتغشش علينا احنا كمسيرين قبل ما يتغشش حتى على الهيئه العليا المستقله للانتخابات. هذه ناحيه. الناحيه الثانيه، احنا نجم نقعدوا في مكاتب الاقتراع، وانا قاعد في مكتب الاقتراع نجم نشوف حتى شيء، والتجربه اثبتت انه في وسط مكاتب الاقتراع ما عادش تنجم تصير اشياء كبيره. الشيء اللي قاعد يصير والاشكالات اللي قاعد تصير اما في ساحه مركز الاقتراع او في محيط مركز الاقتراع. هوني عندنا اختيار من اثنين، يا يعني نكونوا شهود زور وغدوة حين نقول لك أنا انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية على حسب ما ريت في المكتب، بينما في الخارج التأثير قاعد واصل من الخارج إلى داخل المكتب دون ما تكون عندي عين على ذلك التأثير. وإلا نغير شوية في استراتيجية العمل متاعي، وإن شاء الله غدوة الحي يولي عندي 4500 ناخب، نولي نحط 2000 فيكس و2000 يتنقلوا في الخارج. لكن حد الآن بالإمكانيات اللي عندنا حاولنا باش نجتهدوا باش نمشيوا لمكمن الاشكالات اللي قاعده تصير، وباش نساهموا انه يكون بالحق العمليه نزيهه وشفافه، واذا ثم خروقات، اذا ثم عمليه شراء اصوات، اذا ثم محاولات هرسله اللي انت اشرت لها الساعه، لولا ملاحظات كانوا يتجولوا في الخارج ما كانوش نجموا يشوفوا كيفاش ثم تلقى اب العائله عنده 30 و40 بطاقه تعريف نتاع نساء المنطقه هذيك الكل، عنده هو محتجزين،
يجيبوا نساء بدي ماكس ولا بسيارة كبرى ينزلوهم قدام مركز الاقتراع يوزعوا عليهم كل واحدة بطاقة تعريف ويدخلوا. هذه ما ذكرته في تقرير هلات وفي تقرير زاد ربيطة الناحبات التونسيات. اي محمد انا كنت حاضرة معانا قاضية انوار آخر منصري. ولكن نشكك في بدا تاثيرها على التصويت. لا 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 شو 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 شفت الخطأ شنو شفت الخطأ شنو لا لا سي مرزوق موصلين كلامك كلامك هذا كيفاش خلينا نكمل جمله هكا على الشكل معناها نعملوا خروقات مثالش كان ما تاثرش وكملت الجمله اي تفضل كمل جملتك سامحني تفضل خذ راحتك. لا خاطر حاجه مهمه ياسر نحب نعاود نحكيها ونعاود نفسرها للمره الالف في الانتخابات ونسمح لنفسي باش نوضح هذا للجمهور اللي يسمع فينا. في الانتخابات ما سماش انتخابات في الدنيا ما فيهاش مخالفات بالالف. تقارير الامريكيه على انتخابات امريكا، تقارير الفرنسيه على انتخابات فرنسا موجودين في الانترنت والناس كل تجم تشوفهم. فما جرائم انتخابيه لازم يصير فيهم عقاب قضائي وقضاء عدلي، اسمهم جرائم انتخابيه هذوما. ومن بعد فما اخلالات حتى بسيطه في بعض الاحيان وتبدا عدد نتاعها كبير ما عندهم معنى في الانتخابات كان في تاثيرهم على النتائج. خاطر في الناحيه هذه فما نحكي على يوم الاقتراع والاخلالات الاجرائيه، ما نحكيش على حملات وعلى احوال. هذوما اذا ما عندهمش تاثير على 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 الاصوات يولي حاجه ثانويه رغم اهميه معاقبه المجرمين. نحكيو على الموضوع هذا بالذات نرجع له. الحمل النقل الجماعي للناخبين ماهوش ممنوع بالقانون، باش نبداو واضحين، ماهوش ممنوع وممكن هذه الحاجه اللي تشجع على 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 نقل الجماعي للناخبين وللناخبات كي يبداوا بعاد. ولكن علاش نرجع للموضوع الاول والاساسي هو الملاحظ القار، واحنا رغم زدنا في اعداد الملاحظين المتجولين يقعد الملاحظ القار هو اساس عمليه المراقبه في الانتخابات. في مراقبون عندنا اكثر من 2002 ملاحظين قارين داخل المكاتب ما يخرجوش ونعملوا زوز ملاحظين في كل مكتب. علاش الصندوق ما نخليهوش ولو لحظة بعيد عن عينين المراقبين؟ هذايا كي نحطوه في عينة تمثيلية والعدد راه مش ديما هو الأساس. احنا كنا عندنا 6000 ملاحظ وملاحظة عام 2014. السبب السنة عملنا 3000 على خاطر الطريقة اللي نخدموا بها طريقة علمية نتاع ملاحظة بطريقة عينة تمثيلية والتواجد داخل مكاتب اقتراع مختورين طريقة إحصائية تخلينا عندنا عين على البيروات حتى اللي مش متواجدين فيهم من ناحية، واثنين تخلي مراقبة عملية التفصيلية نتاع احترام الإجراءات عندها معنى كبير بعلاقة بالتجاوزات بالخارج. نعطيو اكزامبل، ريتهم الناخبات هذوما اللي بطاقات تعريف معطيهم قدام الباب ونجموا حتى يعطيهم 100 دينار. إذا الناخبة تدخل وتلقى خلوة تحمي السرية تعمل اللي تحب، راهم مواطنين عاقلين ويعرفوا. احنا أهم حاجة نلاحظوها في داخل مكاتب الاقتراع سرية الخلوة. حكاية ساعات تقول تفصيل من اهم الحوايج اللي نلاحظوهم في الـ في الـ في السير العمليه هذاك الكاشي الاربع زوايا. كل قال علاش الاهميه نتاعو سريه نكمل الخلوة. نكمل راه لم تضمن في عديد مراكز الاقتراع. انا نعطيك ارقام سامحني سي باسيل، تعرفني في الارقام نكون ادق ما يمكن. في 99.5% من المكاتب كانت احترام سريه الخلوه بصفة تامة. في 99% أكثر من 99% من المكاتب كان استعمال الحبر بصفة آلية. في 98.5% من المكاتب كان حاجة مهمة ياسر الاطلاع على بطاقة التعريف القومية أو من الهوية الباسبور. هذه حاجة مهمة ياسر حتى كان فما إشكال ساعات في السجل الانتخابي هذا عنده أهمية كبيرة. الأربع زوايا نحكيوا عليهم خرجت إشاعات ولا ممكن صحيح زاد مش مطبوعين من الأربعة ورقة دورة تخرج الورقة ونعطيه ورقة بيضة كذا. إذا كان الختم موجود بصفة آلية على على الأوراق هذه العملية هذه حتى كان صارت ولازمها عقاب تكون تأثيرها قليل قليل على العملية. إجراءات دقيقة. الإجراءات منين جايين؟ ما جاوش اختراع، جاوا من انتخابات في العالم الكل، أنواع التزوير الكل صارت في العالم الكل وصارت إجراءات فنية دقيقة نجموا نفصلوا فيها وقع احترامها بالكامل. وبالتالي مهما كانت التجاوزات معناها راهو تأثيرها يقعد محدود على النتائج. خلي يتفعل بعد تنجيك دكتور محمد خلينا نمشيو ونسبوا الاشياء. قلت 99% و99% و99% خلينا نسبوا الاشياء. انت قلت لي عندك 2000 ملاحظ قار، قولوا 3000 عندنا راهو 14000 مكتب اقتراع. اذا انت شفت 3000 مكتب اقتراع ما نجموش نسحبوا ونقولوا اليوم 99 على الاقل نعطيه المعلومه نقولوا 99 من المكاتب الاقتراع اللي تعمل فيهم. اما ما تنجمش تعمل احصائيات ستاتستيك على امور كيفيه، ممكن كميه نمشي معك اما كيفيه ما تنجمش تسحب
انك شفت 2000 وتقول صار في بقيه مكاتب الاختراع بنفس كيفاش مصر. عندي النتائج ويطلعوا صحاح 7 مرات فسر لي كيفاش مراقبون عاد تتمكن فسر لي احصائيه عدديه هذيك عدد انت قاعد تخدم عليه انا نحكي على العين ممثله علميه خويا كي تعطي مغالطه صغيره نعرف حسن النيه ونعرف حسن النيه خاطر ما عندكش فكره على طريقه العمل ما يسالش هنا عندي فكره محمد هنا فما تشكيك في طريقه العمل يا خويا بساب على العمل نتاعكم في هذه في النتائج نشكركم اما في هذه في هذه احنا متخالفين نفس الطريقه نفس الطريقة بالضبط اللي نتحصلوا بها على النتائج اللي الناس الكل شافتهم صحاح في 7 مناسبات نفس الطريقة تعطينا العدد خدمتوا على المجتمع المخالفات هي أمور كيفية ماهيش كمية خلينا يا سي لحظة واحدة شوف يقولوا يقول محمد ما ثماش مخالفات في العالم كله ثم مخالفات ايوه احكيوا لنا بعد عن المخالفات شنو ثم عقوبات ما ثماش افلات من العقاب كما في تونس بالضبط في العالم الكل بس نحكيو على العمليه وتاثيرها على النتائج بالضبط وهذا هو ثاني عندك فيه الف حق وتعرفنا يعطيك الصحه تكرار المخالفات اللي قاعد يصير من الانتخابات الاخرى علاش؟ خاطر تم ترسيخ مش ثقافه تنفيذ ثقافه اللا عقاب الافلات من العقاب هو اللا عقاب اصلا نعطيك مؤشر واحد هام في عديد الدول الاخرى تصير نشرات يوميه مش يقول لك اليوم شاركوا 20% مش عارف شنو و 30% مرأة و 15 هذيك مهم لكن زاد يقول لك اليوم القائمة المترشحة الفلانية قامت بالمخالفة الفلانية والمترشح الفلاني قام بالجريمة الانتخابية الفلانية يتم نشر ترى اعطيني في أي انتخابات تونسية من 2011 إلى حد الآن تعاقب واحد عندك أي معلومة خلينا ما وصلناش العقوبة عندك أي معلومة بخصوص المخالفات والجرائم الانتخابية اللي رفعتها رفعها شكون؟ مراقبو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنفسهم اللي هما عندهم ضابطة عدلية اللي عندهم أمور لوجستية تمكنهم من مراقبة كامل المسار حملة شو معناها ما يرفعوش مخالفات هما يرفعوا لكن ما ثماش نشر ما ثماش إعلام حتى أنتم مجتمع مدني وعنا حق نفاذ للمعلومة اليوم احنا في عتيد تو في مرتين وإن شاء الله حتى غدوة حي مش ثالث مرة طلبنا في الدور الأول الرئاسية وفي الانتخابات التشريعية بالاعتماد على قانون النفاذ المعلومة بنشر كل محاضر المخالفات والجرائم ولم تستجب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى حد الآن لا بالنسبة للدور الأول ولا كذلك بالنسبة للانتخابات التشريعية ثم غموض في بعض المصطلحات اللي نحن نستعمله ما مدى تأثير باش نكمل نعقل محمد اي نتفاعلوا بربي نسمعوا دكتور وسعوا بالنا نسمعوا بعض نحن الفضاء الديمقراطي هذا مكسب ديمقراطي إذا بمعنى كلمتي أثر ولا ما يأثرش وداخل الإجراءات وهنا يعني زمن نتحدثوا احنا نعملوا الدراسات الميدانية ما يسمى المسح الشامل ويثمى دراسات بالعينات يعني إذا كان سيادتكم في الجمعية نتاعكم عندكم في كامل المراكز تقول احنا خدمنا على كافة المراكز وقت نقول لك راه سليمة 100% وقت تقول احنا عندنا 2000 ملاحظ أو 3000 أو 4000 ولا نحملكم أكثر من طاقتكم راه أنا ديما نقول أنه دور المجتمع المدني يعاضد دور المؤسسات ويحاول أنه يصلح ويحسن هذا يا واحد إذا السؤال عندكم دليل إجرائي يبين الاتفاق الحاصل بأن هذا يسمى يأثر ولا ما يأثرش أجبدنا مسألة نقل الفلاحات ونقل العاملات ونقل النساء أرجع نقرأ النص القانوني بالنسبة للأحزاب يقول يمنعوا على الأحزاب أنها تعطي الحوايج العينية وكذا وكذا وش بدناها لهنا مرة اللي فاتت تكون رب القانون مسألة اللا عقاب أنا قلت لك مسألة تطبيق اللا تطبيق القانون الفليت من العقاب سامحني الجمعيات تشارك في الانتخابات يحجر عليها يحجر عليها ما عندهاش حق لا تساند ولا دعم لا حزب ولا قائمة مستقلة ولا شخص لا معنوي ولا مادي ولينا نشوفوا فيها جمعيات تدعم هذا التقرير قدامي تعرفوه خير مني هذا تقرير لايكا نحو وهابط انا شكون باش تهبط و19 صفحه وفيه خروقات واضحه بشكل واضح وصريح شنو عندنا العقاب مشى العقاب اسقطت الليزي زوز مقاعد هكا ولا اسقطت الليزي زوز مقاعد مقعد الشيخ الجزيري في سيد الجزيري في بن عروس ومقعد عيش تونسي في فرنسا واضح ولا هذا التقرير انصح بقراءته مش متاعي هذا التقرير نتاع الهيكا انصح بقراءته
وتعرفوا بأن الانتخابات اللي صارت التشريعية هناك أحزاب تحصلت على مقاعد في البرلمان منطقياً تسقط هذه القواعد. ساعات بمعنى ساعات إشكالية إشكالية كبيرة مش متاعي أنا أخصائي في علم الاجتماع. الكلام اللي قلته نحلل المضمون ونحلل الأرقام. قال وتسائل تطرح السؤال الإيزي الهيئة العليا المستقلة قالت وفي العديد من المتدخلين هناك مخالفات. هو أنا نحب فقط للتوضيح وأنه راه المحكمة الإدارية تلقت 101 طعن على رأسهم على مستوى الحزبي حركة النهضة وقلب تونس. 101 طعن في الانتخابات التشريعية. 101 طعن هذا واحد. أنا حاجتي بحاجة عندما أسقطت الهيئة. لا معناه نجم يكون الغابور هذايا سبور متاع طعن. أنا لا أنتمي ومانيش في ننتمي وما انتميتش. حاجة واحدة. ومانيش الناصر لا في الجزيري ولا في عيش تونسي. وترشح عيش تونسي كجمعية يمنعوا وحتى من الجوانب التنظيمية تو بعد نعملوا مع بعضنا مائدة مستديرة حول العمل الجمعياتي والعمل السياسي. دونك لازم نفصلوا. وهنا لازم يطلع نص واضح وصريح. تحب تخدم السياسة أخدم السياسة، تحب تخدم النقابة أخدم النقابة، تحب تخدم الجمعية أخدم الجمعية، ولكن ما تخلطهمش مع بعض. أسقطت عيش تونسي وأسقطت المنصب بتاع حزب الرحمة. إذن إشكالية أخرى. لماذا لم يتم إسقاط بعض القوائم الأخرى انطلاقا من هذه الخروقات نفسها؟ أنا ما جبتش حاجة من عند. إذن بعض الناطقين باسم الهيئة وبعض أعضاء الهيئة قالوا أنه ثم خلينا نكون واضحين دكتور، تحكي نعم. على ما جاء على قناة نسمة وقلب تونس والدعاية لقلب تونس والنبي القرو هذا موجود أكثر في من تقرير لايكا في تقرير لايكا هذا في تقرير لايكا أكثر من 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 عدد الصفحة موجودة لنا بالتفصيل تغطية الأحزاب الموجودة لنا مدة واضحة المدة المخصصة هوها المواطن المواطن يعرف المدة المخصصة للدعاية راني نقرأ فيه المواطنين يتعودوا مني ذا المدة المخصصة للدعاية لصالح السيد نبيل القروي وحزب قلب تونس سيد نبيل القروي تحصل في مجموعة كذا 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 والأعضاء متاع القائمة 18 ساعة وكذا كذا المدة الإجمالية يعني هنا هذه بالتفصيل الدقيق موجودة الإحصائيات اللي سهلا يسأل مواطن عادي يتفرج يقول علاش ما عاقبناش ناس تشد تعطي في الفلوس قالوا راه ثم خروقات منطقيين من ياخذ وقلتوا كلمه باهره وطفطوا فيها للزوز هو كون هذه الهيئه ساهمتوا كلكم بسولي هيئه عليا ونحبوها تكون هيئه عليا مستقله تعطي حق الناس ما قلناش انا تفك حق الناس تعطي حق الناس وتعطي حق المواطن اللي بصوت مساله اخرى اجتماعيه سوسيولوجيه راهو التاثير ما يكونش كان في وسط المركز ولا في البهوة نتاعك راهو حتى حكينا تو على الفيسبوك وعلى الصمت الانتخابي هذا منطقيا نسارع في اعداد وقلت نعاودها برشا مرات دليل اجرائي باش نتفق ونسكن هزان الكيس من بلاصتي ويسمى خرق يعني نخسر عليه مقعد والا لا اذا كان لا خلينا نستعمله اذا ثم اشكاليه اصبحنا كنوعا ما ربما البعض يقول بان الهيئه احيانا تخاف نوعا ما أو تخشى شوية شوية وذا يروي ذكرنا بانتخابات سابقة عندما أسقطت صوت للعريضة الشعبي أو طيار المحبة ما تسمى بعد إذن بمعنى اللي نحن نقوله إذا كان الهيئة قالت أنا عندي صلوحية إسقاط المقاعد فكان عليها أن تطبق العملية على من أول إلى ما دام نحكيو على الخروقات أعطينا مثلا عتيد أبرز الخروقات اللي تم رفعها البارح سي بسيم خلينا نعلق على تقرير الهيكا مهم ياسر تقرير الهيكا تقرير الهيكا قبل أنا ما نوصل حتى نقرأ عدد الساعات قنوات غير مرخص لها هذه الفصل الخامس معك محمد صلح لي إذا أنا غلط هذه الفصل الخامس من القرار المشترك ما بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيكا يقول تمنع الحملات الانتخابية على القنوات ولا يجوز تعركوا عليها نهارين لا يجوز لا يجوز شرعا ولا قانونا يجوز شرعا يعني ولا قانونا معناتها اللي عارف لا يجوز ممارسة الحملة الانتخابية على القنوات المخالفة لقرار الهيكا فلان فلاني بمنحه معناتها تتفق على معايا مع الأقل محمد اللي هبطها حتى لا تجوز في نيته ربما انه مش خليها تجوز اللي ما خليهاش تمشي للمعنى تحجر أو تمنع أو تعاقب
لا سميت بقنوات غير قانونية. تعاقب. في التقرير سميت بقنوات غير قانونية. غير قانونية. عمل ترخيص. ما غطيوش عين الشمس بالغرباء. أبدا. نحن عبدنا القناة هذه وقتاش تجبدنا على القناة هذه وما فما قنوات أخرى. ثلاثة ثلاثة. يا رب نحن نسمع قناة القرآن الكريم. صحيح. فما مخالفات كبيرة حتى في قنوات أخرى. ولكن ما تحكي على الحوار الحوار في الحوار في التقرير هاي الرئاسية هذه التشريعية نحكي على تحكيو على الرئاسية انت تحكي على الحوار في التشريعية 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 الأهم حسب رأيي الشخصي رغم أهمية القصوى الموضوع اللي كنت تحكي فيه وموافقك فيه واحنا أول من أول العباد اللي عبرنا عن حيرة واستغراب باش نكونوا موضوعيين من قرار الهيئة في عدم تكافؤ الفرص نحكي انا قدام الفصل 147 في تطبيقه في جهه وفي جهه اخرى حتى حزب الرحمه بيدو قلنا نحبوا نفهموا كيفاش طبقته خاطر اذا كان المخالفه صارت في بن عروس صارت في ارينا مثلا نحكيوا على نفس الحزب كيف في ديما نحكي على قرار الهيئه كيف مقارنه بالحكم على الغاء المقعد في عيش تونسي لم يقع الغاء جميع الاصوات وقع على 250000 وقع نوع محاكاه اول مره نسمعوا بها ماذا بينا نتعرفوا عليها ما عندهاش تاثير قانوني لا تاثير قانوني مش مشكله الهيئه لها السلطه باش هي خرج اجراءات معينه قرار ترتيبي ولكن المحاكاه اللي صارت في فرنسا اثنين علاش ما صارتش في بن عروس اذا كان باش نحكيو تاثير او عدم تاثير تاع تجاوز معين بالقياس علاش ما صارتش محاكاه على المخالفات الكبيره هذه باش نرجع نوخر اكثر من الانتخابات الانتخابات بيدها والقانون الانتخابي حصر الفتره الانتخابيه في بضعه اسابيع وهذا اللي احنا رافضينه من اصل الدنيا كي نرجعوا للانتخابات وفي الدول المحترمه على الاقل باش نستعملوا كلمه المحترمة من ناحية احترامها للمبادئ العامة للانتخابات ديما تقع الفترة الانتخابية بضعة أشهر طويلة سنة طويلة 8 10 أشهر في بعض الأحيان أكثر جبدنا على قناة ممكن فيها إشكال قانوني مشكوك حتى في قانونية القرار متاع إلغائها ولكن في 2016 ثلاثة سنين تالي كانت الهيكة موجودة وخذت قرار من القرارات هذه نتذكرها فما منها آلاف القرارات اللي اتخذتها الهيئة المستقلة اللي اخذتها المحاكم التونسية لم تطبق يا بأسباب إدارية بأسباب مالية بأسباب سياسية وحتى في بعض الأحيان بأسباب اجتماعية والأغلب سياسية محمد قررت لا نحكي قررت الهدم راهو كيف ما تنجمش تهدم المواطن بناء في الكياس ما تنجمش غدوة ممكن تهد سي محمد تهد سؤال صغير برك خلينا نفهم إذا كان طيحنا زوز مقاعد استنادا إلى ما يسمى الإشهار السياسي هك باعتماد تقرير لايكا تم إسقاط قائمة حزب الرحمة في بن عروس وعيش تونسي السؤال يسأل أنا الليزي اعتمد التقرير لايكا هكا ولا ما اعتمدت باش نفسر المواطنين والنسبه الفصل 147 من اكثر الجمعيات دافعت عليه حاضرين بحدكم الزوز في البرلمان شهور مرابطين في البرلمان فصل هذايا 143 اللي فيه كلام واضح ولكن فيه اجتهاد اش معناتها ما يقولش اذا كان صارت جريمه تلغى النتائج بالكل ما يقولش اذا كان صارت مخالفه جسيمه تلغى النتائج او تلغى المقاعد يكون واضح الفصل يقول يجب على الهيئة واجب على الهيئة مش اجتهاد في صورة ما لاحظت خلل جوهري وواضح يؤثر بطريقة واضحة وجوهرية على النتائج وقتها تصير إلغاء هنا يدخل اجتهاد أو يدخل نوعا ما تقييم موضوعي أو وجدان القاضي إذا كان سميه قاضي ما هي كان محكمة ابتدائية الاجتهاد يجب أن يكون منطقيا الاجتهاد واحد خارق ب 200 ساعة والاخر خارق بساعة مانيش باش ندافع عليه انا مش قادر نحكي في جانب اللي نجم يسأل شخص سامحني سي محمد بالله اعتبرني مواطن حبيب لازمني نكمل جملتي اي كملوا جملتي المعلومة نمشوا للتيمي اخر تفضل سي محمد كنت نقول اللي الفصل هذايا مش سهل تطبيقه والحديث اللي تحكي فيه انت وانا موافقك فيه اقل حاجه نجم نقولوا حيره واستغراب ولكن الحقيقه راهو مش سهل مهما كانت الهيئات باش تقيم مدى تاثير التجاوزات صحيح ساعات يجونا تجاوزات واحده احنا طلبنا ولكن الهيئة. التكييف عند ليزي برك لا مش عند ليزي برك تنساوش عندنا محكمه اداريه في دورها اول والثاني وهذا اللي مطمن الناس الكل عطوا عون اللي يحب يشكك في الهيئه على الاقل ويحب يشكك حتى في استقلاليه الهيئه بارابور النايبين هذوما اللي غدوه مش ينتخبوا اعضائها وينتخبوا رئيسها نجموا نحكوا اللي نحبوا اما فما محكمه إدارية في الدور الاول والثاني باش نرجعوا اللي كنا نحكيوا عليها وانا تلقات 101 هالجريد ايفالواسيون التقييم هذايا نحبوا نشوفوا كيما قال السيد يعطيه الصحه
أعطينا الطريقة العلمية أو اللي اعتمدت الطريقة طيحت بها قائمات دون قائمات أخرى على اعتماد نفس الرقم. ونضيف المحمد احنا طلبنا باش نعرفوا هالمعيار هذا اللي طبقتوه والمنطقية متاعه، وحبينا زادة نعرفوا شيء ثاني مهم برشا، الشفافية في التعامل به. إيش معناتها؟ أنت اليوم جيت تدوس قرارات وعللتم على حسب هالمعيار، قلت أسقطوا، وإحنا عندنا استغراب وشكوك بخصوص ممكن قرارات أخرى كانت لازم تتخذ بالعين، معناتها بالعين المجردة واضحة الأمور أنها نفس الشيء. كيف أنت ما خديتش القرار كان من الأفضل ومن باب الشفافية تعلل لي بنفس المنطق. إيش معناتها؟ تقول لي ثم قائمة قامت على حسب ما حضرنا بعشرة مخالفات وجريمة انتخابية مثلاً، وعيرناهم أوجدنا أنه القائمة هذه فارق الأصوات لا يسقطها، لكن اللي ما صارش اليوم أنه ما قالوا ليش ثم قائمة قامت بعشرة مخالفات وجريمة وأسقطنا لها مثلاً 500 صوت، لكن هذا ما يأثرش ولذلك حافظنا على نفس الترتيب ولا على نفس التوزيع متاع المقاعد. اليوم مش تبنيوا ثقة حقيقية في أعمال الهيئة، يلزم الشفافية المطلقة. المعيار تفضل له المعيار، هذا فيش طبقناه، هذا ما وصل للمعيار أنه يسقط لهم قائمات، وهذا ما وصلش أنه يسقط لهم قائمات. واضح. دكتور بعيد رود عبد الله، خلينا نشوف في الشأن السوسيولوجي والقراءة السوسيولوجية. حكيت قبيلة أنت وقدمت قراءة وقلت أنا البارح كنت موجود في شارع الثورة وشفت تشكيلة من كل الأصناف جندريا وفئة عمرية وانتماءات وغيره، ولكن احنا ايمن النبوي كان موجود على عين المكان وقت اللي تدخل مجموعه من الشباب باختلاف معناها انتماءاتهم بكل تلقائيه، فما اجماع على انه التصويت اللي صار البارح صار على اساس ثنائيات، ثنائيه الحق والباطل، ثنائيه الفساد والنظافه، ثنائيه الثقافه والجهل، ثنائيه التحزب والاستقلاليه، وثنائيه الصدق والكذب. هذا التبنت عليه الحمله الانتخابيه الرئاسي، وبضدها تتميز الأشياء. الشاعر يقول وبضدها تتميز الأشياء، ثم الفعل الخير ثم الفعل الشر. اللي تبنيت عليها أنه ما قلت كان ولول هي شبيهة بالفزعة الاجتماعية، أفزع كان الناس تفهم مليح الفزعة الاجتماعية بالعمق الاجتماعي للمجتمع التونسي، ثم نوع من بعض يقولوا يعني فزعة، يعني الناس فزعت، هؤلاء فزعوا لإنقاذ الدولة من براثن التطرف والإرهاب وجماعة جايين وسوف يفرضوا عليكم الحجاب والنقاب ربما ذكورا وإناثا، يعني ثم برشا مبالغة في نوعا ما. وثم أيضا جانب آخر استعمل، وهذه أنا نحل البركة راني ما نعملش من فهمش برشا في السياسة، هناك من أيضا من حاول أنه يستعمل أيضا الجانب العلمي والجانب المعرفي للأستاذ قيس سعيد، خلينا نقول وهو زميل ويتشرف بذلك، وإن شاء الله ينجح في المهام متاعه وإن شاء وحظ أوفر للسينابي القروي، حتى هو عمل تجربة تعتبر جيدة بالنسبة لي هو. إذن وصولهم أيضا بالنسبة للدور هذا يعتبر نجاح في حد ذاته مقارنة بالناس ديناصورات العمل السياسي في تونس، يعتبر مكسب في حد ذاته. خلينا نبسطوها خلينا نستفهم مليح، رغم ما تنساش أنه بارشا ناس ما دخلش العملية السياسية، هؤلاء اللي ترشحوا ممكن ما كانش واحد يحط في باله أنه ذات يوم سيترشح السيد نبيل القروي للدور النهائي أو الدور الأخير، والسيد قيس سعيد ما كانش ما كان يتصورها حتى حد. إذا كان بمعنى أنه هذوما دخلوا، هل ملامح هذه تعطينا أنه هل المعادلة من يقول لك بقيلة واحد ماشي اليسار واحد ماشي اليمين قد لا تكون لدى الأشخاص، ربما بعض الصفات تركبت عليهم، يعني في المخيال تعطاو اللي بعد لاحظنا اني انا كي مشيت استغربت ما لقيتش علامة سوداء وما لقيتش يعني واحد، يعني كان لقيت نقول لقيتها راه ما عندي حتى شيء، يعني شفت شباب، شفت متدينين، شفت متنقبة مش برشا ثاني وسي، شفت توانسة عايشين توانسة كما اللي يعرضون اللي لابس كسوة اللي لابس شورت اللي حوسوا زوجته وابنائه، ناس منتصرين يعني بشكل يعني فرحين للانتقال الديمقراطي يحكوا عليه يعني الاخر سلس طيب يعني ممتاز. اتوقع ايضا انه مش كله بط صوت القيس سعيد بالضبط، انا متاكد ثاني باش ما نحبش نعطي بعض البرشا اشياء اللي انا متاكد انه ثم برشا ناس ما صوتوش قيس سعيد وما صوتوش النبي القرن، وهناك من قاطع الانتخابات وهنا ان شاء الله خوينا في المنظمات انا مش نطلب من اللي يزيب عن طريق مراسله ان شاء الله كان يمكنوني من ذلك، هي الورقات الملغات ايه والورقات لا اعطاو لانه الورقات الملغات الورقات البيضاء 15912
هي ورقات بيضاء. كان شوف الأوراق البيضاء قديش؟ 0.4% 15912 الملغات الملغات 55348 ورقة ملغات 55000. يا ما عرفش يحط وين القاطع ومقطوع يعني باش يتدرب حتى على العملية دي، يا شطب عليهم للزوز ضم برشا أمثل. وهنا ما حشتيش بالأرقام بركة، الأرقام مو في 55000 راه برشا مش برشا شوي 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 بالكل 55000 اما في التشريعية 60000 في الدورة الأولى الرئاسية 60000 وعملوا إذا كان 55000 في الانتخابات التشريعية وفي بعض الولايات راهم يطلعوا ثم في بعض القوائم يطلعوا التشريعية طلعوا 900 لو كان صوت الأوراق الملغاة وتحسبوا الأوراق الملغاة والبيضاء ثم ناس تطلع ثم ناس تطيح ثم 2000 تشكك في العملية لا 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 علاش ترى فيه تشكك؟ يعني ما عنديش مشكلة مع الليزي خلينا نتفقوا في حال ولاني ما ترشح ولا باش تترشح عوان تاع ليزي لا لا العوان ليزي على الراس والعين ما ينجمش حتى يخطر. حد احنا نسمو لا لا نحن نقراو ما فماش لا نقراو انت كل واحد تختلف القراءة انت تقول 55000 ورقة ملغاة شوية هو لا لا مش شوية لا ماهيش شوية وهي تعبيرة سامحني كان ما يعرفوش المنظمات المجتمع المدني جاهزة ولها دربة تنجم تطور الواحد تاعها هاو كيفاش تحط وهكذا التثقيف موجود نجم كل الناس ما وقفت على الاميه سي محمد بقيله النجم ندلوه خارج الكازين وعلى ذيك وعلى ديك فكره شنو ما اكثر الاوراق الملغاه مش بدنا موضوع انا نحكي خاطر متواجدين في الميدان 8 سنين كي كل ارقامهم بعيده من 2011 ل 2000 وعلى ساعات نتحمس شويه على خاطر في مع احتراماتي اذا كان ساعات نبنيو تحليل كامل واحنا ما عندناش التراجع لا 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 عندنا التراجع كي يقول لك نفس الارقام حاجه واحده اذا كان اخطا تونس اذا كان اخطا تونس في اقصائها للعلوم الانسانيه سامحني سي محمد لا 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 يا سي محمد ملغات لا سي محمد يلزمني نجاوب حاجه اذا كان اخطا الدوله التونسيه سامحني اذا كان اخطا الدوله التونسيه في اقصائها للعلوم الانسانيه والاجتماعيه وابعادها هي اللي خلت احزاب تنهار تماما وتنقرض سامحني انا كنقول لك 55 شوف المختصين في علم الاجتماع والدكاتره في علم النفس وفي غيره قاعدين شادين المقاهي الاحصائيات نجم من اولها كي منحب كان بن علي في فتره النظام السابق كان يقول نسبه الفقر في تونس 4% وهي صحيح ولكن مؤشر الفقر المدقع ولكن الفقر الكبير كان يفوت 36% اذا بمعنى كان اقراها انا ورقه ما اعرفش يحط القاطع ومقطوع هي دوره شكون تقولي نفس الارقام في الانتخابات التشريعي ايوه علاش ما حسنهاش باش نطوروا منه انا ماذا بيا كل تونسي يصوت يا ليك يا ليه اذا كان ليك انت هنيئا لك وانا عليك اش قلت انا البارح انا حكيت مع بعض برشا اصدقاء ولقيتهم البارح وطلبتي وبرشا ناس وكذا كذا كذا ما صوتوش القيس سعيد ولكن فرحوا لهذا العرس الديمقراطي قال لك هذا هي تونس تونس ما تنجم تكون كان هذه التركيبة المجتمعية وحاجة أخرى أعطاه رسالة بأن هذا الشباب اللي الغب ورق وأنا زيد نعطيك حاجة أخرى بك في الميدان ثم شكون كتب أسامي تاع جواريت وثم شكون كتب أشخاص هاني معاك من في الصندوق هاني معاك في الصندوق خليهم يعملوا هاني معاك في الصندوق من هاني نجاوبك أنا اللي معاك في الصندوق لا لا اسمعني اسمعني شوف أنا عامل عندي دكتوراه في علم الاجتماع من 2005 واشتغل في هذا المجال من 1994 يعني حبيت نفسر لك تونسي 100% يعني نعرف مليح شنو البلاد هذي إذا بمعنى نفسر لك ثم شكون كتب جوار ثم شكون كتب زين العابدين بن علي ثم شكون كتب بعض الأشياء المعينة ثم شكون كتب قادة سياسيين معينين في ظاهرها ما تعطي حد شيء لكن تقراها السيولوجية نقراها نقول ماذا بيا نحسنوا من هذا المستوى إشارة باية قال على أخونا اللي زمنا نثقفوا الناس ما يسالش تجي حصة اللي زي تعملها مع حنا باعل ولا مع الوطنية ولا مع كذا كذا وتقول التثقيف الانتخابي ما يسالش في الجامعات وفي الدور الشباب ما يسالش انه يعطوا يا اخي التربية المدنية ما عادش تتقرا شوي شوي تتقرا لكن خاطر المناهج التربوية ما يلزمش كل حاجة نعمل شوفوا ثم العديد هي ثقافة هي ثم النوادي نتاع المواطنة الجمعيات هما يجاهدوا انا نقول حاجه واحده لاني انا ايضا رئيس جمعيه ونعرف المعاناه الكبيره في النشاط التطوعي هذا ما فيش نقاش ما نجموش نلوموا منهم نطلبوا منهم اكثر من ذلك ولكن انا نطلب انا مش دورك ثاني نجموش نعوضوا الدوله ما تعوضوش الدوله ما نجموش اما انا نطلب حاجه واحده ماذا بيا هالخروقات ولا نقص العدد نتاع التوانسه في الخارج ماذا بيا التوانسه كلها تصوت يلزمنا نقعدوا مع بعضنا ويكون عندنا نفس الهدف
هو النجاح بتونس نحو بر. ولكن علاش قلت انا قال كيني كلمه ربما اخونا قال لا ما تقالش ما اخشاه يزني نبهك لي انا ما ينجم يصير مشني عزام انا انا اقرا لك اذا كان ما فهمناش الرساله جات الشبابيه اللي جات في هذه المعادله الصعب تنبيه. بين الفساد ومقاومه الفساد اراك انت مطالب بابرازه حقيقه باش تقول الفساد هذوما ها هي المآل نتاعها باش ما نقعدوش احنا نقول ما لا نفع. واضح. باش نختموا بالتوصيات اللي ربما ترفعوها لشكون وهل عندكم سابقه في الاخذ بها بعين الاعتبار ولا ديما فما تخوفات بانه تكون مجرد توصيات وتتعدى وتجي الانتخابات الفاتة؟ لانه اذا كان راهو اختير يقول محمد مستنسين بهم هذوما معناها تعاملوا نفس الاسباب اللي مشيت في الاوراق الملغات هي عشناها في 2011 وعشناها في 2014 في 2018 سي غراف محمد لانه اذا كان نفس الاخطاء قاعده تتعاود سي كو انتوما معناها علاش تعاود فما حتى عن جهل علاش اخطاء عن اخطاء اخطاء تجم تكون 1.5% من المواطنين قروا ولا ما يعرفوش لا 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 مش خطا لا ما يعرفوش دورك انت كمجتمع مدني دور الهيئات اللي كتب على ورقه اسم جوار محمد لا مش نحكي على هيك مش نحكي على ذوق بالالاف نحكي علي مثلا اخطا خلي اللي تؤولك رجعت لكلام الدكتور على اساس انها موقف خاطر اللي تعمل لك هذاك موقف خلي الناس اللي مشات باش تصوت على نيتها ولكن حط كرواه مثلا على وجه المترشح في عوض خرجوا مك المربع دوك ما يعرفش والا صحح في الوقت ما نعرفش عمل حاجات عن جد بسبب ولا بسبب التثقيف ضعف التثقيف الانتخابي وهو عدم قيمه الورقه البيضاء وعدم ثقه الناس باش يحط ورقه بيضاء في العالم الكل الورقه البيضاء تعبيره على موقف سياسي ويتم حتى بالورقة البيضاء تدخل حتى في احتساب توزيع مقاعد احنا في تونس تخلينا على ورقة بيضاء كقرار سياسي قرار سياسي وربما يجي من احد التوصيات ارجاع التفكير في إعادة قيمة احتساب. الورقة البيضاء علاش يقعد يكتب في اسم جوار ولا يفسد فيها الورقة صحيح لان معناتها الورقة الملغاة لازم نشوفوا لما تفكير علاش عندنا 55000 وكان لازم نجبدوهم الكل ونعملوا لهم دراسه ونشوفوا قداش من واحده بالحبر وقداش من واحده بنيه المواطن انه يحب يحط اسمه كل واحده ونشوفوا الحلول باش ما عادش نلقاو الرقم هذا ممكن في انتخابات رئاسيه ما عندهاش تاثير كبير ياسر 55000 اما في التشريعيه التشريعيه عندها دوائر انتخابيه فيها 2500 تعطي مقعد نسبة ديما 1.5% صحيح نسبة ضعيفة لكن أول توصية للتوانسة شفنا كثير من التشنج والاتهامات المتبادلة في علاقة بالانتخابات الرئاسية صحيح راهو ما ثم حتى موجب لهذه الأشياء فات سيء وانتهت صحيح اليوم إذا ثم ناس تحكي في اختر على هذا واختر اليوم الاختر الوحيد اللي أنا نشوفه لو كان الناس تسلم وما تتخلى على اليقظه نتاعها وما تشاركش في مراقبه الناس اللي وصلوا للحكم. صحيح. ديك الصحة. واضح. التوصيات نتاول الهيئه العليا المستقله للانتخابات وللمجلس النيابي الجاي. المجلس النيابي الجاي يلزم اليوم ما نستناوش 3 و4 سنين وحتى نوصلوا لموعد انتخاب جديد مش نفكروا في القانون ومراجعه جميع الثغرات في القانون الانتخابي. ما بين الثغرات في القانون الانتخابي هو مقاومة الإفلات من العقاب. اليوم الجريمة الانتخابية اللي تحدث عليها صديقي محمد الساكير فيها فترة تقادم ب3 سنوات فقط. وفيها قضاء عدلي مش ياخذ هو بطبيعته سنوات. اليوم طالبين كجمعية عتيد على الأقل أنه يكون مسار قضائي بالنسبة للجريمة الانتخابية مقلص الأجيال كما معمول به أثناء الطعون في الترشحات أو في إعلان النتائج الأولية. مش معقول اليوم نائب أو رئيس جمهورية يوصل مجلس نواب الشعب ولا يوصل القصر قرطاج هو عنده جريمة انتخابية قايم بها والجرائم الانتخابية اللي نحكيو فيها متاع أمور سجنية ومتاع عقوبات سجنية هذا ثانيا وخليني نبدأ بها هي كثاني حاجة دور الملاحظ اليوم يجب تعزيز دور الملاحظ في العملية الانتخابية من خلال القانون. اليوم عديد الملاحظين في مراقبون في عديد في أي واتش في عديد الجمعيات تعرضوا للعنف بمناسبة محاولة القيامهم بأعمالهم في أحسن الأحوال. اليوم عديد الهيئات الفرعية حدد من حق الملاحظ في الوصول إلى كل الأماكن في مركز الاقتراع. اليوم مراكز التجميع يتم حطان الملاحظين في المدارج لأنه
ثم صحيح معناتها قرار البارح قالوا سيدي باش نسمحوا استثنائيا وبمناسبه هذه الانتخابات، لا نحبوا مش استثنائيا، نحبوا بصفه متواصله وبقوه القانون. هذه اشياء بالنسبه في علاقه بعمليه الملاحظه. ثم اهم شيء بالنسبه لي انا هذه عمليه مراقبه الانتخابات، مش ملاحظه، مراقبه الانتخابات، والاعتماد على 1500 او هذه يلزمها مراجعه كامله، نشوفوا هل 1500 العمل نتاعهم كان ناجع او لا. عمل الهيئه كان ناجع ولا لا؟ نمشيو نطلعوا على المحاضر نتاعهم ونشوفوا القيمه نتاع المحاضر نتاعهم من ناحيه الكتابه القانونيه نتاعو ومن ناحيه الحجيه القانونيه نتاعو ونراجعوه، نشوفوا التكوين نتاع الناس هذوما وطريقه الانتداب نتاعهم اللي تصير في 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 اغلب الحالات قبل 15 يوم من انطلاق الحمله الانتخابيه، والتكوين على السرعه، وربما هذاك من الاسباب اللي اليوم نلقاو عديد الجرائم والمخالفات تمر مرور الكرام وما يفيق بها حتى حد، رغم ان المواطن التونسي قاعد يرفع بها حتى في التصاور في وسائل التواصل الاجتماعي وهلم جرا. هذا كله زاد للمراجعه باش يكون عندنا معناتها سيستم نتاع مراقبه ناجع ويعطي حق لكل ذي حق. واضح سي محمد توصياتكم. بالنسبه للتوصيات حاجه مربوطه ببعضها، من اول التوصيات اللي باش نطرحوها على المجلس النيابي وعلى الهيئه العليا المستقله للانتخابات، اول حاجه مزيد التفاعل مع المجتمع المدني من ناحيه التمويل، وخذينا تضمينات ديجا من عند رئيس الهيئه اللي من التوصيات اللي باش يخليها في التقرير النهائي هو المطالبه بتمويل الجمعيات تشتغل على الانتخابات بطريقه او باخرى، بطريقه منظمه بالطبيعه، وهذا يطرح علينا بعض التساؤل احنا وكيفاش باش يصير التمويل كان صار، وما مدى استقلاليه المجتمع المدني في التمويل هذايا كي يبدا في علاقه بالهيئه العليا المستقله للانتخابات. ولكن هذه حاجه مهمه وحاجه تفرح على الاقل بالنسبه لتفاعل نخدم الدوله في الموضوع هذا. كيف خلينا نخدم الدوله في اطار تمويل الجمعيات، موضوع لازم طاولة حوار كبيره. التمويل في الدوله في برشا اشكاليات اجرائيه. اثنين بالنسبه لنا الهيئه، قبل ما نحكي حتى على التفاصيل خاطر الحقيقه مش ديما نشاط الراي خويا بسام في حده التجاوزات رغم اهميه متابعه الجرائم الانتخابيه، الارقام تقول اللي الاختر ماهوش في يوم الاختراع، الاختر في الانتخابات ماهوش في التجاوزات حتى الميدانيه، والاختر الكبير في بقع اخرى. اولا استقلاليه غير تامه للهيئه العليا المستقله للانتخابات في علاقه بالمحاصصه السياسيه ومحاصصه بالاحزاب. ثانيا قانون الاحزاب ضعيف وما يمكنش الهيئه باش تولي عندها السلطه على الموضوع هذايا. رجعت نحكي بكري بتفاعل معاك على تمويل الحياة السياسية في تونس والتمويل العمومي للحياة السياسية في تونس من أهم الحوايج لازمها تصير باش نطمانوا على البلاد وباش ننقصوا من المشاكل والإخلالات اللي قاعدة تصير على اليمين وعلى اليسار بالنسبة للأحزاب والقائمات اللي تدبر في الفلوس خاطر الدولة ما مكنتهاش من المشاركة في الحياة السياسية. نخص بالذكر منهم من حرمان القائمات من التمويل المسبق بسبب 5 ملايين دينار لم ترجعهم الدولة، 5 ملايين دينار بالنسبة للدولة التونسية قطرة في البحر، 5 ملايين دينار الدولة تجم تتحصل عليهم. وختاما وأهم نقطة حبيت نختم بها هو التطور بأداء القضاء التونسي، سواء كان قضاء انتخابات أو خاصة القضاء العدلي. شكرا. من غير هذايا ما نجموش نحكي على انتخابات. شكرا. التشنج والاتهامات ندعموا كل هذه التوصيات ومسألة قبول النتائج متاع الصندوق والمرحلة الحالية ضمانا للسلمة الاجتماعية ولتعايش وأن بتونس تتسع للجميع كما شرع الحبيب بورقيبة البارح دكتور. وفات الانتخابات أظن أن السيد نبيل قروي اعترف أيضا بفوز السيد قيس سعيد وهذا جيد، يعتبر قالوا اتصل به وهنأه بالفوز وهذا هذا يباهي. أيضا أنصار ومؤيدي طرفين كهو فات العملية، فات العملية لا للتجريح في الأعراض تاع الناس، يعني يزي لأني قد تكون ساهمت في نوعا ما في التأثير على الناخبين. فات العملية هذه لأنها قد تتحول إلى خاطر أحيانا في بعض المرابر التلفزية، أنا خليني نقولها، في بعض المرابر التلفزية ولت إلى تصنيف الفئة المجتمع بالجهلة وبالمناطق الجهوية وغيره. لا حر نجمه في العائلة واحدة، وقلت بحذاك المرة اللي فاتت أنا في العائلة ما عندناش نفس التصويت في الانتخابات التشريعية، يعني ثلاثة من الناس كل واحد صوت يدلي بدلو هنا تشاور، ولكن خلينا نتعلموا على هذا العرس الديمقراطي. إذن هذا من ناحية الثقافة اللي هي ثقافة قبول النتيجة والبناء عليها. النقطة أخرى ثم نصيحة لسي قيس سعيد باعتبار رئيس الجمهورية، النصيحة لي هو ما يسمى البطانة الصالحة،
هو المستشارين الصحاح. وهنا راهو عندك ثاني لهبطولك البارح واللي يسحتوك 3 ملايين ايضا اوسي يزمك تنتبه جيدا بالنسبه لمستشاريك وخاصه المجال اللي فيه الشباب او غير. النصيحه ايضا قراءه للانتخابات الرئاسيه بالنسبه للاحزاب السياسيه. نعاود ناكد على اهميه التماسك واهميه الاسراع في تكوين الحكومه لان هذا مهم جدا. الهيئه العليا المستقله للانتخابات انقدناك اليوم شويه ربما كنت شديد شويه ولكن هذا سيذكركم التاريخ. يذكركم التاريخ مانيش نمشي ابعد. نعم. يذكركم التاريخ قد يكون في اشياء باهيه واشياء تنجم تكون صعيبه شويه. نقطه اخيره بركه بالنسبه للتمويل يلزم يكون دون كادر دابيل بروجي شو معناه؟ عروض مشاريع وعروض المشاريع يكون قبل بعام ما يكونش في قبل بجمعتين. نعم. شكرا. شكرا دكتور بعيد ولد عبد الله اخصائي في علم الاجتماع. شكرا ليك سي بسام معطر نائب رئيس منظمه عتيد. شكرا مرزوق رئيس شبكه مراقبون. هكا نوصلوا لنهايه موعدنا لليوم. وعدنا شغله جديده كالعاده غدوه من 6 ل 8 غير بعض. صباح الخير.